شمرتي بوم بوم بدل اللي بعشمينه يكودكتا عشر نوار كنه أروي كشن لين دون تاي ها 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 ها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوى ذا لواذا مركز تاتشوكتان ومدى صوباليات رق يا دمر هذا إسلام عرالي عرور رمانتي بوحين الله هاي معلوم وناكسن هبين وناكسن قلب وناكسن فيد نمو وناكسن غفل بإنت أوتاي حيلي قد فيديو ويقدا وتوكو سوى قارو حيلي كستا أيكو أهاتو وحنقول أنه مالو وناكسن هبين وناكسن فيد وناكسن أروريا صوبان بين الله هاي سوى ذا لواذا ولا لها سوماليات مركز تاتشوكتان وقبضا ذو قبرتين عدالة إنه يكون شقيسو ضطنا وحي وحيستان إنه قبيل كهذا الشو قبيل كما هذا شيء قبضا وحي كهذا شيء قبيلات كما هذا شيء قبيلي كهذا شيء قبيلة سوماليات بي كهذا شيء قبيلات كما هذا الشو وحي نولين هاي دماتين بسوى ذا لواذا شير قرية برامش كا وشير قرية ضطك برامش كانوا كسعدو سيدايس ديو عيادي سوى ذا لواذا إن شاء الله سوى ذا لواذا وريا نسكرني يا مانتي سيدي وريا وانا وصاحب الكوتشي دي هاي والصومالية دي قبيلة دوما وناكسن يا قبيل كا وناكسن يعني نقول حنك هاد لو قبيل قبيل كون ادي رسول كان عليه الصلاة والسلام صدى مركا انا نقول كهاد لا قبيل انا ماشي صادق اني نقول واسكي يا علينا الصار مركا قبيل يا قبيلة كلا برتا وكلا زارا مركا كوبات وما هتسنتي المركز تاع تشوكتان بقى كلي يلا ولاش الحمد لله قاعد وما انتقل اني نسوق على طبط الميسك اني فرضا الى حساب تبعسا هاي سوى ذا دوادا إن شاء الله ديو حي تتكيران الدعواني هارنا على شيء داكو يالا بحالك شير تكنفو كتور غلوكا دع 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 كسي واتساب بدا ميلك استصويا على غارسيا الو غادين هي غارسيا غارسيا على مقران إسايا يارين غارسيا غارسيا شيخال غارسيا او غادين غارسيا سومالي غارسيا او هوية غارسيا او بير غارسيا او داروت غارسيا سيواي وادوك تهيريا سوى دوادا ربادان كريم ربادان تاوحي دهان تدو حدا نايلاي كحبسو وابيل ربادان نايلاي كحبسو ده ولا ربي لهيك عصو ده إسلام الشهادة ما يصوم ما يو شيخ له شريف لبعض الحسوقية يا ده إسلام والشهادة ما يو أيها هبين يا مانب الله حسوقية يا وابير بركيسن وابير رمضان إلى هاي محكوم بنا يديك إسلامك لا إلى هاي ديك إسلامك كومونا بنا يلين مركز مالك استدعى لنسي مركز عدوك وقبيارات كهد لسي رجينا دقبلو كو كي هاي دمانك أغادين يدمرك أغادين ناقو أغادين ورقدين روحي أركي يا عيتمسن أركي إيمانتا markay hadlayaan oo saabtumaysan waa sheer gareynaysan laakiin marka laga hadlayo dadkan walaalaheen ah oo masaakiinta ah oo culumada ah wallahi billahi tallahi waa culumadii Soomaaliyeed Soomaali intay iyadu qabiil ku jeeday iscunaysay isdilaysay iskufsanaysay iyadu ishaysatay waxa weeye waa dadka culumada ina baray wax baray wadaadada ah wallahi billahi tallahi waa bil barakeysan yahay waad yaabi doontaa ma kuurtay inagu dhacday culumada baa faraha laga sheen marka waa ina sheer gareysan gaarsiisan meeshu leeyahay shimbir buubuu badan baa ina shidiyas كبح بيش كيكا كبح نيكا عبد الله وقريا إلهي كعبسة وار إلهي في فيسبوك لقو ما عابو دور يا إلهي مرك هراء لسو عابو دا وقفك وينو قلوب تي سويا ور يا فيسبوك بار إلهي كعبسة قراء لسو قرسة حال كان نقبي على الدبات كوضا يا إلهي ما كعبسنا عندتك مساكين تعددك حسوق يودي لي يوريب يا وحان إنيو دار يا سلا عنك وحان نخبين وانا عدينو هاي سنين وانا نميسكا كينين كما هدلو أني وادوك تهين waxa markan ka hadlayo waa soo raadiya wa soo baara qofka bila aadanka aniga kuma gafo sida aniga aragtida ila ila ah wixii hadaan gacanta ku hayno ma waxeyo mana soo bandhigo wuxuu yiri duqbilo waa jifid reerkayga aniga khaaska iyo ha buu yiri waa jifidaydan aniga ahay iyo reerkaas isdileen ma aha maxaa la dhahay ii sheegeen ogaadeen oo dhan ma aha hadaba way yihiin ogaadeen oo dhan cadayntii oo dhan aan aanay haya waxaad ogaataan meel kasta beelweynta hawiye meel kasta inay degan tahay Soomaalo dhan la degan tahay ay ku dhex jirto sirtiinana ay soo heliso waxaan ino daaraya codad 12kii Ramadaan 12kii 12 caaw Ramadaan san filayo 14 ee maanta waxay ahayd 13 mise 12 yes 13 bay maanta ahayd shalay 12 ahayd waxaan ino shidaya codadkaas codadka laga soo qaaday qolka nimanka cagdheerta ah ayaan ino daaraya insha Allah waa degaysan doontaan degihiinaad ku maqli doontaan
dawladdi waxay ku hadashay markii hore dawladdu markii dambe haddana waxay ku hadashay een qabiil ahaan lacagaha iyo adduunka iyo rasaasta iyo hubka shiikhaal lagu laynayo iyo raashinka shiikhaal loo cunayo lagu dilayo dadka magaranse laga aruurinayo iyo gobolada sida loo kala aruurinayo ee xabad xabad baan inigu shidayaa dee maxaa faras la isku hayo maxaa la isku faanaabin maqli jiray hadda inii dhiibiya isagu aan codka iska xidha sooriga raali noqda codkana maqlayaa dhow inuu yiri isag codka dhan banet codkana marka banet okay codadkana inoo daaraya sheergare codadka hal mar ayuu dhaafin waxaan rabaa yuu dhaafin dadka baraha bulshada ku jira beesha maxaa la dhahaayey ogaadeen iyo ku socda arrintan anigu daarood oo dhan lama hadlayo daarood oo dhanna ma haysto waa dadka daaro dabada dambe kaga yaalaan sheegaya daar dabada geela maart xaaqsaubisa dadka heerka meeshuu kaga yaallo la og yahay ayaan sheegaya adeer ma fahmisa waxaan ku rabaa casirtiinoo dhan baan haya caawa miiskan ni saaray go ahead waa ku soconaya ma fahmisan ila dhegaysta dhegaysi wanaagsan se waxaad ogaataan inaan kaabti loo yahay inaan tahbariir loo yahay sheekhaalii ogaadeen way isla degtaa maxayna dhex dhigay naya adigoo ogaadeen ah ayaa ma jeerteen u hiilisaa adoo ma jeerteen aad u hiilisaa maxaa la dhahaayey ee ninka niman kale leeyahay ma reexaan maalin kasta farmaajo haddii wax laga sheega soo wada yaadaan naa ma damiirkaad laadihiin markaad kala sarsaaraysaan reereer u kala raraysaan hawiye ma damiirkaad laadihiin aqligiina waa sidee daaroodna waxaa leedihin hal jefiyo hal odayaanuna runtan idii sheegaya aniga horta hawiye wallaahu bilaatir ma nacasnimay ka tahay ma waxay ka tahay garan maayo qabyaalad ma yaqaan horta reerkaasu reerkaasu qabyaalad ma yaqaana habar m j adigana xoogaa xagga dambeed ku jirtaas reerkiina reerkayga raashinkii waa ka qadiyay iyadana waa ku jirtaa baalaha waa laga rifi doonaa muhiimadda waxa ay tahay magacaas daarood madaxu inii wada saarayn ragiyo dumar waad xambaarsantihiin waad la ordaysaan kii madax noqda kii sida noqda tiiskeer noqota ilhaan waad arkaysiin saad u daba ordaysiin laakiin ma ogolidiin hawiya inuu israaco labaad la hor imanaysaan waa dad soomaaliyeed qofna ma baloobaya soo caytama beeshkan anaa iskale dhagahaaga igu dhigiso telefoonkaaga weliba adigu aad iska leedahay lacagta ka bixisa qasab igu daawo qasab sindul igu daawo gacmahaagana wax igu soo qoro cilila anigu waan ku hayda aniga basxeradaydaad igu jirtaa caawa buugga adaa ku qoran muhiimadda waxay tahay waxaad rabtaa adiga adigoo dhulbahanto ah majeerteen ah maxaa la dhahaayey ogaadeen ah allahuma salli calaa maxamed reerkii maxaa la dhahayey ilka yarti ah mareexaan inaad hal midaad noqotid oo halkaa xero keliya isla joogtid laakiin inaad waxaad rabtaa hawiye aad kala sarjirtid amba dir markaad daaroo tahay dee anaguna dir baana soomaali dir iyo daarood weeyaan cirka u bood markayna hoos loo soo degana waa jileec iyo jare ma fahmaysaa runta markaan inii sheego markaad adigu tirahayd anigu intaa baan xeradan baan ku jiraa laakiin haddan waan ku kala firfirinayaa ma dhibaanka dhinac u saartid waa halkii ninkii allah u naxariistee maxaa la dhahaaye cabdillaahi yuusuf war kale laban kala ilaaliyaa buu yihi se waa labada suri waa ma dhibaan iyo hawiye oo maxaad u kala ilaalisaa waa walaalo buu yihi hadday heshiiyaan adduunku ka kacbay noqonaysaa ilaaliya maanta hadaba tii waa lasoo dhaafa rabadaan dee rabadaan inaad soom adiga hay daawan yaa kuri daawo aniga dembigan gelaya haddaad adigu daawonsid qoraalna soo qorisid cayna soo qorisid waa ku raacaya dembiga waa waadan leenahay maxaa kaa khaldan ilaahay adigu ayaa aniga nooma dhexaysid xisaabtaana ii taalaa ma fahmaysa laakiin anigu dulmiga ma adkaysan karayo codad baan hayaan soo dhegaysta dhiiggayga boqol gaarsiiyey ninna saaxib dhiigga ma garansa tuumbada weligay wallahi inaan hawiye maagan weligay waxaad ku garansa inaan dhalad hawiye ahay ma ogoli reerkaygana wax ka sheego naacallaa shaydaan ku yaalay muhiimadda waxa ay tahay shiikhaal barta inigu inii taagan yihiin daaroodow inaad shanino isla dhashay mise lixnino isla dhashatiin ayuu anaga noola dhasha xamdi maxaa shiikhaal kaa galaalay shiikhaal waayo shiikhaal waa niman hawiye ah waa niman gargaartayla ah ma fahmaysa waa niman gargaartayla waana indhaha iyagan kusoo cunayno beesha maxaa la dhahaayey beesha maxaa la dhahaayey shiikhaaliyo habargidriyo afarta ima hiraaba ma fahmaysa afarta ima hiraaba waa indhaha aan ku soconno hawiyada isku geeyo magiciisabo okay waxaan rabaa inaan codadka inii shido hadduu ilahay nafta inoo daayo anigu ma ihi dadka inama erro qofaa sir ka haynaa qofaa sidana qofaa keera sheergareya ilah ba inagu dhaariyay intay dhahaan haddana hadhowna ka baxa ma ihi waan hayaa codadka wallaahi bilaayo tolahaya inta la afurayo oo dadku afurayaan ana afuraya inala sugay waxa weeye markaan ka baxa lefkan hadda haystaa horla taabaya rabituna la ilaha ilaha way ceefi anigu qof ma dilin kownaka kama siinin laakiin run baan ka hadda ilaahu khaladkii haddana khalad galay khaladkii iga cafi laakiin runtaan kuu sheegaya anigu ogaadeen waa dad soomaaliyeed dad badan baan asxaab ku leeyahay inta aniga itaagarsaa ama asxaabta ku leyahy waxaan leeyay bliis an bliis baarkinka gala habeenba reerbay ka shidantay iniga inaga shidantaa
iniga inaga shidantaan meeshan inii fadhiya sababta adigu ogaadeena ma jirtin kuugu heeliyo adigu ogaadeena dhulbahanta kuugu heeliyo adigu ogaadeena uu kuugu heeliyo maxaa la dhahay reerka mareexan kuugu heeliyo yaa oo adiga ogaadeena cid kastaba kuugu heeliso yaa oo daarooda maxaa aniga ii diiday inaan sheekha ka hadlo se anigu ka kaalay hawiyinimo gargaartaaba ilo yihiin jifidi hoosaaba ilo yihiin ila hawiya waxa weeye waa lixaamoode gargaarta hoos baaba ilo yihiin maxaa ii diiday taas waa taas ma fahmaysaa muhiimadda waxay tahay hawiya qabyaalad ma yaqaano waxaa lagu soo galaya soomaalinimo ugu soomaalinimo jeceliya hawiya kaas u dhimanaya calankaa soomaaliya u dhimanaya hawiya calankaas u dhimanaya runta markaan kuu sheego mise maamul goboleed baa la samaysta midba meelle la aaday oo lala ordo runta marka inii sheego soomaalay hawiya wuxuu u dhimanaya waa calankayda soomaali jacay dagaal baa kasoo daalay caruurtoodii baa lagu dilay dadkoodiiba maatadoodii baa lagu laayay dadkoodii baa ku madhay waxay rabaan mar inay dowlad cagaha ku taaganta ay helaan marka koowaad runta markaa inii sheego soomaalay marka labaadna inan iyo abtigii baa lagu sasabtaa waa inan iyo abtigood waa dad iska kaa yaqaana waa dad isla yaala dhegadhega ma guuraa ninna dhaladkii kama tago inan iyo abtigii hadduu yahay soomaalo dhan ba inan iyo abtigii isku ah laakiin ninkan abkiisii afkiriskiisu waayo xaquuq galaabaa taala ma fahmaysaa muhiimaddu waa taas daaroodow laba maadayga daa magaca daaroodba wax ku difaacaya aan dadkayga iskugu yeedhanaya iskugu habar wacanaya intaasoo maamul goboleed ku faanaya sagaal maamul goboleed ba leenay sidan baan leenay aan leedahay hawiyana markuu aftirsado aanba isku hiiliyo aanba isku yimaado aanba isku habar wacdo xumaantaad ka xumaanaysid jooji waa dad soomaaliyeed waa dad sidaadoo kale soomaalina hawiyaagu badan waxaan gelayaa codadka insha allah codadka inoo daaraya waa odayaashii ugu waaweynaa beesha maxaa la dhahayay ogaadeen sirtii kasoo baxday qololkooda cid kasta qol whatsapp way leedahay ku shiraan sirtii kasoo baxday weeyaan waad la daawan doontaan qofka iisoo dirina waxaan leeyahay waa mahadsan tahay dulmadiid baa tahay waa mahadsan tahay leeyahay bismillah ku soco بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد عمر تري وحان السلام يا محمد عمر تري لا ده الى صعده تمام وضيع شرير طلل يقول يوغا كجرا ما مقاشا يو حجرت خير طلل خير طلل ما كراي سوري يعني بكم السلام يا سلام تسلانك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عطوا برنا سنه سلام كدي intii bugta allaha caafiyo inta inaga bugta cabdiqaayim maxamed waciis iyo sheekh yuusuf cilmi salal iyo cabdulaahi jikre bedel iyo ay ugu waaweyn yihiin ugu cuslaayeen allaha inoo caafiyo ilaahay baanu baryaynaa ilaahda noo caafi ilaahu caafi ilaahu caafi ilaahu inta bugta ee joog joogsane aanu ku jirana ilaahdow rabbigadow ilaahdow inoo caafi intaa markii aan ka gudbo waxaan u gudbayaa waanigii aynu xiriirka ka lahayn xagga warbixinta dagaalada iyo waxa dhacaya iyo jigjiga dhexdeeda iyo dowladda iyo reer cabdille wixii u dambeeyey ayaan idiin soo gudbinayaa. Wixii hore waakaan idiin soo gudbiyey shalay galab ayaa ugu dambeysay dagaal dhaca shalay galab baa u dambeysay. Horta waxaan joognaa saacaddu waa halkii saax iyo toban daqiiqo maalinta habeenka aan afurka dabadiisii baan hadda idinla soo hadlayaa. Habeenka noo soo galay waa 12 ka Ramadaan waa talaada taariikhdu sidaa weeye wixii hore sidii aan idinku sheegay unbuu ahaa dagaalku shalay galab baa u dambeysay oo laysku maqribsaday dagaalka waan ku guuleysanay 2-3 nin way ku dhimatay halkaa oo sheekhaasha ma islaam dad islaam ah oo bil rabadaan ah uu leeyahay waa 12 rabadaan oo 3 ah uu sheegayo bal odaygaa weyn wuxuu yidhi daawada dagaalkii waan ku guuleysanay oo halkaa waxa ku dhimatay 30 shiikhaala ilaah baan kugu dhaariye damiirka ogaadoona waad leedahay muxuu yahay damiirka aad leedahad markaad leedahay ogaadeeniya waa sidan maxay leedahay dad islaam ah inta dishay oo sooman oo masaakiina ood xasuuqda waxa lagu faanayaa oo la leeyahay
صدر يا انت سندلي وكوس على نعاتك نجانا هالكا وحينا قدمتي سدح ويل وهالكا كنا في بحضي تيانين داو الله سوقاري وقود انتي افرتاسا قدمتي تقالكا لابا ويل دار غدمتي لابا داو ايه محانكو دا هداي انجا وحينا قدمتي labi iyo labaatan nin baa inaga dhimatay waa marka la isku geeyay dhamaan inta dagaalku socday sida la cadeynay meelo badan iyo waa la isku dhex jiray laga soo cadeeyay sheekhaasta dhexdeedii iyo waxa ka dhintay 97 nin ayaa la xaqiijiyay shan adag dhaawacay u dhinteen baa la leeyahay laakiin adigu balshanta ka daa intaas la isla xaqiijinaya dagaalkiina halkaas ku joogsaday okay wuxuu yiri dhamaan inta dagaalku socday ogaadeen iyo waxa ka dhintay buu yiri 22 qof intuu dagaalku socday waxa ka dhintay buu ogaadeen iyo 22 qof sheekhaalna waxa sheekhaalna sida lagu soo warinayo buu yiri dadkuna way isla degan yihiin way isdhex degan yihiin intii la degeleed markaa sheekhaal meeshii u badan yihiin ayaa warka soo gudbisay waxa ka dhimatay buu sheekhaalna 9 iyo maxaa la dhahay 7 qof shan qofna dhaawac markii hore dhaawac bay ahaayeen markii dambe way dhinteen iyo qatirada inoogu ma jirtay naga saaray buu yiri waa 100 waxa weeye waa 900 iyo maxaa la waa 102 qof inta sheekhaalka dhibtay suudu ninkaas ku sheegay hadda 102 qof weeye okay dad islaama ina dhigooda saa loogu faano olol ha maxaa la dhahayeen intaasan ka dinno lagu faano olol kale laga sheegaysta xaq miyeeta okay wasii wada doona habeen hore codkan duway ninku sheer abdulle saddexdi goob labadii gobol ee nagbeed iyo erag way tageen dagaalka way tageen rag iyo maalintii hore iyo habeenkii hore waxaa celiyay aad u celiyay niman yuwa oo wato nin fulamuga oo korneyla oo beriber iyo wax la yidhaahda mooye ninkaa waa lala diriray waa la iska celiyey qurigaa laisi soo rogtay uu ka wareegay gudoomiyihii gobolka fiiqeed iyo weradhayaashii iyo waa wada tageen degmo oo ku taala fiiq 8 doodii maleeshiyo oo hubaysan waa la geeyey mala socotaa nogob meeshuu leeyahay 8 calaashan oo saraakiila oo cid kasta leh oo boolis ah oo dadka nuyu booliski ayaa la geeyey buu ku yiri la soco magaalo kasta ay ogaadeen iyo ku taala amba ay dadkaas ay degan yihiin sheekhaasha u badan yihiin waxaa la dul geeyay habeenimo iyagoona ogeyn hubbaa la dul geeyay sida loo xasuuqa dadkaas uu ku soconayna oon nina laga qarinaynin gobolkan kada nagbeedna waxaa la geeyay 2 degmo maleeshiyaadkoodii kheeraha iyo birmadka iyo hubkay haysteen iyo kuwii sii joogay iyo meesha waa la isugu tagay intaasu sidaasay u dhacday xalay idiin soo sheegay maxaanku yidhaahdaayay raashin la qaaday raashinkii waxaa lagu wuxuu noqday xalay la qaaday 1,200,000 buu noqday waa maqlaysaan raashinka ayaa loo qaadaya raashin baa la qaaday dadka marka u horeysa tuulo gobol bay u geeyeen ogaadeenkii markaa xoolaha iyo demogaranaysay qabxabadaha ay adduunka dagaalamayay dadkan masaakiinta hurda ayaa la dul geeyay hubkii okay raashin baa la kiriyey oo magaaladii dadka milaada isku xil qaameen ogaadeen iyo dhexdiisa raashinkii markii la qaaday dadkii loo geeyay ay cunayeen yaa loo kariyay bisilda lagu cunayay lacagtiisa maxay noqotay buu yiri 1,000 hododo lacagta Ethiopia sidii haddaba 1,000 hododada la isku dul saaray oo loo bixinayo jifooyinka buu kasii sheekaynaya waxaa la yidhi marka waan qaybsanaynaa ganacsatada reer cabdille iyo yaa qaybsanaysa waa la qaybsaday labadaa gobol herer iyo nagob 700 oo kun bixiya la yiri herer iyo nagob qabridaarana waxaa la yiri 500 oo kun bixiya saasaa lagu qaybsaday intaa markaan kasoo gudbo aan idiin kala gooyo kilibka kasoo gudbo waxaan ku dhahday in cagjar shalay ayaa hoggaankiisii nabadgelyada madaxweyneiyo maxaan ku dhahday taliyihii ciidanka nayu booliska iyo saraakiishii heer cabdille maxaan ku dhahday wasiirada ahayd cabdimafaaruuq iyo ka midka ahaayeen waxay wasiir ahaayeen wasiir ku xigeen ahaa
يالو ياري نو إمادة لهير عبد الله طبعا أضي با يالو دري طبعا كا أضي محام كورا هذا أي دورة دورة أي سمعيين فواي وهايستان مدحوين وين سمعيين دقالك الله صوغ علي محام كورا هذا أي شيخاش أنك حبك حق أنكي سي سعودية برمت كها لبعض اللي هلي يصدح دي اللي هلا بلقى قادن هاي لسكو قد بي إن دولة دو دقال كهورينا أي شيخاش دقال أوسو قادم ميشو وقبصة قبل بانو إذن كدقى إنا إذن كشيخاش دولة دو أي دولة دا تريبو إلينا عجر إنا 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 عجر مالا دو كتاليو أيا ترشي خالي ما دام أدروك سومالي إتوبيا ما سومالي محالا دا كدري كشنات أدقنتي هين قبل هذه نيجو أمة دحبنان تهين أو تيجي هو تي مادة أيام إني أقولنا هاي نيجو أروص هذا عمل سيدي ما مر كي يجو قبل كودي ودن كودي حفظ دودي رول كود كده حجرا أي قرانا كلام ما قشة يجو كود عمين يا ما دحوينا هم مر كي ودن ككتلنا يا أي ورش قاش لقو قادم وحبي أو جين سودني كهرين نيجو صار شيء جاي خباب كيا دوي كيو حمل سودي جلي هذا ما قصي سعندنا ما دحوينا هم مر كي هرو حلو كده شيء غالة وحوري جو حين الصين يا قبل بين الصين يا قبصة محوق سمية مركز دمبة نيو بوليس كيبو فصيح دونا وحنا الحاسوق دونا ريركي مساكين تا حد أنا أي كورا قاقين مركي أي خير عبدالله أوردن أو برمتا أو حبكا واتون شوك سنينين أو اسكو دوبان مركي أركين أي مركا دينا أوغا شوك سدين نيا قوادين وكل هذا شيء هي قونا مجري هذين وحاس وحسي خلاد أوردن عين بوها فاسوها هذا هو يجي مركز لما يستأنس هنا أكثر بعديسه وبدبيه هنا أكثر بأفرق يسميه هل كاسي كوا ذا هذين كوي أي ذا هذين هو سيرة ها إيو جانك النبتية إيو تري إذا كنا وار راحين هنا أكثر بهل كحال الجو ذا هذي وحبل يسمى دافن وحلا واحد نور دافت يوم تري مركز هذا فشل أنت من تقالك قال الشيخ عشنا ماشى هو اللي بميسع ديال لجمو مال بنان أو بورك كأحيان قديم نندنتا هي نن أو قال ماشوا كييمت عروها ولا عرروا نقونا يا قاد مغلسا شيخاشة وحين نقونا الساعة علشان دول كيدقيه إثيوبيا نندنتا أو مقرن الساعة ده بنتول الدلو ماشوا وحنا كده جينا مال بورك كعبار طبعا شو مركب مرتبور كوكا عوام بديجان كي كده جينهين أيه هو بدنهين بالهايستان مال بورك كع أيه على كده يا شيخاشة ودن كيدقين تعبير أمبا وحين نقونا الساعة نين محالا دام كل انت ماشي كوبا باي أمبا وحين نقونا الساعة ماشي أي كي مادين فرعود كي مد إنا يكون لابتان دول كصومالي يني كأوي مد هذا بقى ده أوجادين أمبا دارو دول كصومالي إسكلا سمالا إسكلا نمن كدير لده يا بقول تمادين يا نمن كمحالا ده هاي هوي هاي يدير تاس أقول تمادين دوك نين كي كسور دوي دون تكاد تشي كويل صاقل دلك أبتبع لجوي هاي أنتو كوب عيني بس كوب مريحة كوب راي أو إلان تكو قد دراي ما سأبل كيس كده جسا مارك على الله هاي دول كا دول بارك راي عن كده جيا أما بحال أقول علني يا دول كي كي ما دين هذا أديك على مقدالي يا هو عربت كي يمد وأقصي سؤالين إن شاء الله أديك إنه جدك يا أديك توي كوب تلا أبوه بيجهدين سووا عبادي في البلد يقولوا واقعي وروح اسم تيران ورمانو ورأس أهلنا مستخلص العربية هاي تنك كورنيل كوسميجي محام كورة هذاي حدنا إذن كجرب كينا نهاي شيخ وعاصر عيري مدحوينه مدحوينه ذلك حكومة مركا هنا عكتر باير وحن وابين شيخان لما أران ما مبالي نسيني يا قار إني هيد حدنا إني كإني لشرا هداتين غير عبد الله حدنا إني كأي إني لشرا بير ومدحوينه أوكي محضر يا مدحوينها محو فصحية نيو بوليسكي إلى دقيشة ما حكومة تدبر لو قدري هذا الكلام ما حكومة شيخاش المحام كودا هذاي كل الكلام معها وبقودينا وي وطن لجمنا دقة هاي ومن تي كرتي مركا وح عضينا وقبلي لينا عنا قوم حدا ما دحويني هي تاني منكي وقعدنا وحي وش وابن شيخال وضد بدن خب خايستا المحام ده كل ركما ترسنا عادي قلنا ممثل السيد ولا هو هنشبيا علشان لو ما أقول شيخال إني السيد دقينا تبرك ما لا سعتا وضد شعبه هو يصل ما لا سعتا ما دحويني جواب الزوج ما تقعناي atayiga qoladan baan ka adka hadon idin afcelinaya adigu xalay aad ba halka loogu wada hadlay kadib wuxuu yiri maleesiyadiina oo dhan rara lama joojinayo ciidankiina lama joojinayo maxaan ku dhahday raashinkiina lama joojinayo noqolaysa
مدحويني محوي مدحويني ورك كسب بحي قلك مدحنا محوي إذا مدحويني كسب بحي دول كأوجادينية هداتي هن رار عبد الله راشين كينا رتا خب كينا نرتا إدني توجين سنة ملها على الصحة سوقة دتك مساكين تهاق لو مرأة وصعب أنا قرا إذا باندرا يا فربنا ونحط أمر يا يجد دفاع جل هي شيخ شو وير ما لا صعطة ده لا أقوم لكم غلزة ما دحويني محويري أنا أيضا بان هذا ديريا وأيضا كيدا وطن كهستي مركبوا سوق وتيدا محاردي ورمادي عيد كست ولاها أنا أيضا بان ديريا شيخاشة ودولمات وطن كيد دولمات وجي مادين وما دحويني هو دبا وحقه هذا يا إلى صعدة تذكر نوادن مساكين ولا سوق وير هي يدور قاضين لا يقاتل الدون هيو تذكر سوق وير مساكين تبغى تغنتها وقالين الله والله كل يعفريتهم كي وحي كهري لوجي هاي وحي وياي ننكي صار صاري أو مدة الإسلام كوكو صار دري أو ده أنت ذي صار اسمه نسيه مركو يبت برلي حلاها أون حارستة يا أركنا أرا يدور بني ممكن يدور لده أرا ممكن يساع لده أنا ممكن ورت كولا هيا ولي يبلي وصعب إذا كان يوجا ساعدها أنت من الله قبل الله بالدفاع هي الدفاع جل هي محامك بعد هذا كل كأكد وشيء خاشو أما ده أنا حكمنا ينخن أما ذا الحمر يصومالي لقى حكومة النخن وحاس وعرري هذا يجي ساس الله صوت حلي وينوصل النقدين مدحويني بس عليه شقاش أبو حين قنصة ذا الحمر يبلو كي كي مادين كل نقطة أبو حين قنصة ذا أنا قطهل إنه يا وحن قدري نعيدا كمن يو بوليس كأياد إنك من جرب تاجن أو ماشي ده حد أنت يقول تجا هذا نم ساكين تحسوقية ورلا ما ذنينه ولا لها أو هالشيء أو إصلاحها ما قرنا يسمينا مدحويناها منا كسهر شيء يا ويا ده حلو ده كل هالشيء وده حلو ده كل شيء إن المساكين تعيش قاشا وضن كل قصاره قصعة وين قصون نقدين شربان وجلاي مانتا كلن كل هرة وحي أي قصة وده هالدين يو كوي قلدي وسيرة أهيل يو جاك نمتكلية يو وحي أي إن أكتر kusoo wada hadleen markii dambe ee waadana u yeeray afurka u sameeyay oo isla shalay galab iyo xalay uuna ayay noo warameen marka warkii aanu kala qaadanay waxaanu leeyahay ninka igaga daaya iyo dawladdiisa waxay falaan umbaan ku xukumeynaayo waxaanu afka ka yiri waxba ka dhageysan mayno inaga yaan leen shabakad gelinin aynu ciidankeeni iyo la xoolihii aan ku birman lahayn iyo gurmadkeeni kan toosu galo ninkaana soo baxday qaadimayna isagu wuxuu rabay oo shirka u qabtay inuu wixii xeer abdille iyaga dhaxyaalay inuu ka hadlo oo laga hadlo way diideen qoladeen waxay yiraahdeen arintaas inoo ma taala haddo ka wada hadlimayne kulmadkan kala dadagalka nagu socda ee aanu qabno inuu ka waad ka tahay aan ka wada hadalo ayay yiraahdeen qoladeen oo way diideen in laga wada hadlo arintii xeer abdille isaga u dhaxaysay marka taana saasay ku soo dhamaatay annaguna kulkaanu shir galay maanta gelinkii hore aan is warsanay maxaan ku jiraahday go'aankaas aan qaadanay inaanan waxba ka dhageysanin waxa uu sheegay haduu sameeyo aanu aragno haduu sameeyin waayna aanan habsaaminin oo ma taqaanay aanan oranin dawlad baa wax galaysa iyo dawlad baa meel tagaysa taas markay noo dhamaatay haddana gelinkii dambe shir baan ku noqonay shirka aan ku noqonay wuxuu ahaa birmadka oo aad meeshu u tagay oo culays iyo khaashinkii loo qaadi lahaa iyo mataqaanaa daawadii iyo wixii la qaadi lahaa baan ku mashquulay taana go'aan baan ka gaarnay maanta galabta dhegay dadka dagaalka ku jira masaakiinta xasuuqaya ka tegay xaafadahoodii iyo guryahoodii aaday shiikhaasha waddanka deegaanka u leedahay raba inay ka xasuuqaan amba ay ka eriyaan raashinkii cuni lahaayeen iyo dhaawacu markuu gaaro dawada lagu daweyn lahaa buu qaadayaa ninkani ila socda galabta mar afurka hortiisii aan ka soo baxay shirkayaanu soo aan isu soo afuraaniri marka waxaa la qaybiyey kolkaa lacag 2 million ah yaa la qaybiyey oo degdeg ah lacag 4 million oo degdeg ah la qaybiyey 4 million laba waxaa la saaray qabri dahaare labana waxaa la saaray labada gobol ee Nagbeed waa lacagta marka maxay lacagta dawada la siinayo iyo raashinka la siinayo dadka wax diraya oo jamhadda ah oo dadka laynaya masaakiinta ah raashinkii lagu siin lahay dawada lagu siin lahaa weeyaan wuxuu ku yiri 4 meelood baa loo ka qaybiyey magaalooyinkii tuulooyinkii baa laga soo guraya lacagtii masaakiinta lagu leeynayay
هوشيدينا والله قبل حمقلان قلدي هي سلحان يدينا عاضي ياشودي يرق شقال ووين وهلكن شو يحيد هذين إن قبل جهرين للجيا ربنا هم بريجير قبل جهر كخد بينه هم طلك النهار بل إلا وإلا بقبل جهر أن تجنو يندونينا وهي هاي بالجيري قلدي إني قضي ياش هاي قبل جهر جمالك محمد هاي بسلطان كي إيو إن الدولني إيو وحي قضيها وأن الله هذا اللي لمن كان صوصا قصة الله وقبل جهر إني تجان دوني أيام محمد كورة هذاي إذن إمان هي محمد كورة هذاي قابله أو البركة اللي خذر معلن علي سيحي أو خذر كي الله الله هي يقول قضي عليه محمد كورة هذاي ما في عندنا تنا لا عارف إني من كتلوين كلا عارف كقصة عرورنا يا خب كأيسكوه بيني أنا كويب سنة يا راشين ككويب سنة يا دواين ككويب سنة يا أيا الله سي حاجاتنا يا ماشي قبل الدهر مرك تجان أي كده جل هايين وديلك أي كده جل هايين كبعدنا ضطك إنه قط بضيعان كدا عدعيان شي خال بعدول ككوسه ودو شيء شي خال دول كله قرر حمر هالجية كدا عدعيان يا وإذا خبر ورانا يعني محمد وده هذاي وحي أتقبل كرتان وحي حوار أي كلو مسلا إيمان أي ناي لما كان قلبي وده تشي علي لما كان صنع ما خب كمرك إلى أفرعي أي دقائق هايين نهر علي وناعه كنتي هنا ذا كتير أو ليه هذا حسن عرب هيك حين هاي هو جورا جلنا هاي قبر دار جورا جلنا هاي أنت صنع أنت هوي هاكلون الدين راحين هيا قبر دار وهاكب هاي بابور شيخاش تين هذا شو كتاعي أي كاشين إيو داو إيو وحى الكرة الكرتاع الكرة رفتي لما بابور وحاله قبتي إيمي سكدر أجا جاسالو خبتي هل بابور نخبر دهارا لو خبتو استيشن كي خبر دهارو هذا كل حرا يسني يا هبنا كوكو داريه هذا درامتاي أيها قنا كقبل كقبل بيل عتة كأرورنا يان راشين كأرورنا يان يا أي كذا كخوب كوكو خالنا يان شيخاش ينلد دجني هذا عاد وشيخاش مركز تجيت دجني شيخاش ينلد دجني على بدي بابور يهرانا هملي هبل بالو خبتو خلاص متى مسمع دمير كعم حكو سينا يان أنا قاعد أقول له هنايا قبيالات بقى كويسة معانا كسبرها برشيد الله في الداية قبيالات ما كنا قم يساعدون وحو يهاي محاية تهدف مساكين تسلام كأها بالربضان وولي بعلومة دي صومالية ده وحي يغنى قوة عنتدى وحي لغسين لها دفك مساكين تلح سوق ايو عنتدى وحي لغسين لها يداودنا وادك قبل ايسا او وادكو فعال ايسا عديك إن الله عقبه كأرورون سرقي بهو ديالوسي بالله من ايسا وصعو إلهي باح عنكوري سرطان كينا اي نن ليلى هذا عبد محي ليلى هذا وقبر هنا فارح رورة قبة أو مخاد كلها قبر دهري يو نن ليلى هذا محام كده هذا أي ليلى هذا ما قاعد سقونا له هو سقونا جناسي هذا كوه يستأو له بلا حنيف بلا حنيف يلا بضع هرد ري كان دم بنا وال خبطة والوسو حريج سيجني قبر دهرا الوسو حريج كوكلنا وال شيء هيجي رجع درة هيا ورجع قبر دهري شوقة كريش شيخ هذا الشيخ عشيد ويان ثانا سيدا سي أبلع ذي أو كوا أنا وحنوص وشيخ يقولي قبت إيمي كان يستجمع قبر دهر البس الحرية أنا قلبت النوص وشيخ قبر دهر النوص وشيخ أنت أصلا هالك سي كبر ذي وحي وربحنا وحي أمون هدا عم دافي وربحنا توا بلارن تاي مويا وحوي يا حق كبر تاي وسجاشن هي تضبطني شنن أو كل كده بدعوا عيود نتليج موي أفر قري هو أوي نو الله غفرتي قري قري نو أفر حبت بأكله كبيسي وسجن نو الله غفرته حبت بأكل عري سين ليه يوم قال ذي إنه محام كبر عري قري الله غفرتي وصدن يستيت يصدن يسجال متكود أكيا كلا فرشاد يحب كنا سيدا أوي نجوا حلي نغفرتي يمتشرو أنت أسامور بحنت عيدي كسو قدبي وحيد دبنا هوشي ويس قطاعي وحي كل بصاكر له أيان اللي لسه سعتين دونا هذيات بعد ما هت نيجا ما قعيسنا نقول عليه ورك أنت عصير أو صدمة طب هو عايز يقرأ نيجا ما قعي وانين عانا وودن كتشوفة وقول عليه ما قعيس اللي شو سال شيء لي بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد عمر تري محمد عمر تري على ده وحنك السلام محمد عمر تري على ده أنت عينك بدل ما تيجي سنكرينا أوكي خد كم فرنا هنا خد كوان حري
قف كستو شيخالة قف كستو هوية قف كستو الساقة قف كستو دريا الدارضة شرارية تلاعبة وواحكا قبنا يعاوة تلافن كوصابي قانا قوصو قري ماشا وحاوة يدميرك قوصينا يا عادي قانا إنا عدد كان حاسوق ديد قوبالا دي ملاحا دقنيدنا العكا أروري سيد لابدا بابوري ولا لهودو قد يقانا يوقورانو محانا معاونات كان عدكا قبتيد عدكو فانسيد لامبر لابا حدي عادي قاد وحدشاد لاذا شيخال بان ساقاشا نيتو دبقف كدي لشن قفنا داوع بي ودي متا أصل عبي كل ما تعاد لها هاي أديك أنيك أنيك رلا باتني إلا بعلي قد لي على لها هاي محاضرة صع بعد الدولة ده دبوا صنقطة الدولة ده هو يدي ست نيو بوليس كنوا قد دفاعه أوكي دولة عاد على كم شرط نيو بوليس كي ماشي ودرتاي سو واحد أحد حادنا لكن وين نيجي بنسالي عرضت كدقي هنا كم مقلسين دقي هنا عرضك كم مقلسين واتساب كم فريا قف كستو صو وعتمي كريا وحوي يعاو برتن لقوا كلا بحماي واجا يسكو كمبريا عبد الله نفتي نود دايو وظلمي ظلمي 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 أنا وربا وحنا كورينا بان عادي هين ويان ديكر كابي كعسنا عاو والله وبلا ترى وحياة باس وكلا نوم عاد كيستو وحياة باس وكلا ظلمي ويان ورد عرض بطه واسكوا هيرين صبر إياه قلب بيت ماشي هتكد جنت هيبا مد بعد كتاي سومالي ما أقول الدير إسكدة هوية الدير هداي هداي الدير مدودو وحياة كسر صارسة يا ورد هداي نما كاير سما على إسراع أنا دهان أنا قدرت كدور كلوي مد لو قلت لي يبان أنها أوضت أنا كسومالي يبان هاي دهان warmo ogeydo hadana iyagana dacalkaad ku dhigaysa adigana ka gobol baad isku heelinaysa okay duqbila wuxuu yiri waa jifir reerkayga kamida inay yar isguursatay arintu ka kaala waa beentii sawad aragtaan inaan soo bandhigay codadkii qololkooda ka soo baxay 12kii ramadaan oo salaasah ka soo baxay qololkooda sida ay raashinka u guranayaan adduunka u guranayaan waad aragtaa muhiimadda waxay tahay adeer damiirka ku siinaya adigana inaad walaalo tahay isku heelin kartaan isku gurman kartaan dadkan aad ugu diidisid baa laga rabaa okay dadka soo qoraya ee sheekhal ma maxaa la mahawiya de kale u diido kasar kale u diido kasar waa hal bawle ah hawiya ku dhex jira waliba meemada waxay tahay adeer dhageynu hayad afkiinu ha ismaqlaan dhageynu afkiinu ha ismaqlaan ma la socota waa maxad santihiin ay tamade la sirtiin aan banaanka keenay say way soo dhawo soo dhawo ku jiraan abwaan diyaano ku soo السلام عليكم السلام يا دمان اصحابك كلنا سنه كل والسلام يا ولي مغلق ما هذا لكم مقليا عدك وان كو صدري قلبتا وانا دغيسيت برنامج كده وانا سعتي ما حد كلام هل يلا ما حد كلام والله تعالى ولا لي معاني وغادر وحيري سمارك البلاد كلها هويها بلارن ايه دغو هل هذا لوكو ما لو وان كو هيا كليفيو كلام لمن كبر كبر أشلاب الدجال وعيلك الوالد دربي يقار ولا بابين ويا مطر الدرع وجود بيك ويا والو كري الها الله تيلا ميك ولا من مين لو دولا يا أفرت لدارا غير ونا وش الصلاة ما بعرف صح وحن كم باقا يا وحن كم باقا يا هادنا الأول الصمالي قال سيد إنتي لما قتلنا الحسن أود أود لا إنتي قبضت الصمالي أنا خمسانو اوكي اوكي حال يا لبا ما حد كلا راهي اني كنا كسمايه هانو طليه حمر هانو طليه ودنك هان كو دباشه سومالي نما هان كو غونو ان دلكاغي عرورتاديه وحا ما عندنا عنا الشباب حكا نقدرين عن عرورتي رير كان كا حسوق وحكا ان دلكاغي دغرا ان كسو سار سويريده طعم عاد كلا ماشي يا هواش بو دوبي صح صح وانا مغلطه اسكو صح وماشي سومالي درغ داري Yeah.
وهذا أنا بقول هايستا أديك أكو صور دوايي أو يري سومالي مي منشأ على هكالا يا اللي حدن كي اللي حدن كي كهرباء بعد جنا أديك أكو صور دوايي أي أنا هذا أنا بقول هايستا له وأكو يا عندي هوي وما قالت ما عنده ذاك الشيء كيني ولا شيء رو أو محمد كان تاكل رهين. يا هكذا يا هكذا أنا هكذا أنا way hay taas abwaana diba hay insha Allah telefoonada soo kale yeyo joojiyo walaal yar qeyr Allah inasiyo waxa way inta iyadu ku hadlayso waa isku soo daba dhacaya please and please waxaan rabaa inaan magaranaysaayeen in tix galiyo hadka yaan xirin suga reer budlayn suga suga reer budlayn waa hurdaar xiligana maxay idhaya say way naga dayd naga day qaraa badan way hay waxaan ku xujireyna gabar kale iyaduna way soo wacaysaa aniga waa wacaya waxay rasuugaa telefoonka iyo xalay rahay la xarso war Soomaali WhatsApp kuliga ugu soo qorin meen reerna xarifi waan xarifi doonaa isuga suga waan rasuuga bismillaahi rahmaani rahiim mid mid baan inii soo qabanayna chaalisna waan inii siinayna insha Allah alaykum salaam wa rahmatu soo dhawo abigtuwaan ku salaamay adiga iyo diyaana iyo gruubka kale meesha ku jira aad baan idin salaamay codkiigu sabaxaya waa sax waa si fiican ku soco walaal ma aanta arinta hadda socota waa arin sanka iga taaba la yiraahdo magaciisa kaale sanka iga taabo Soomaalidu waa kala deegan deegan ayagu kala deegan deegan ee macadaalka Soomaali way yihiin oo kale isla degay 190 dhulka hawiye dega waaye hawiyana midki madaxtinimo u yimaad iyo midki shaqo u yimaad iyo midki jago u yimaad iyo midki maamul u yimaad uga ma socona midka ayaga la dhashay Soomaalinimo ay diyaar u yihiin waa lagu dilay waa kaas weli goona ayaga Soomaalinimada isku wada jeey laakiin dadka waa hore Soomaalinimadu ka dhamaatay qaarna hore ugu ma jirin ba waxay ma ka naf bidan dadka la degan oo la deegaamada waliba dhulka uga badan inay markii ay wuxuu ku kiyaystaan ay ku gumaysaan ay ku baabiyaan waxaan socay waaye keyga aan ala kaagana kuleelihi gobolada bari anshuurta ka soo baxday isla bariga lagu celiyaa midda muqdisho laga qaadana bariga loo raraa kirikiisa anada anaga noo soo tafaxaytay maanta waxaan ka maqlayay ee meediyada islaan isla kala dooxay dhashay qaalo goorme hawiye noqotay maayaha shii qaalo waa hawiye oo waa martiila hiraab oo anigu laag maxamuud hiraab aan ahay oo la ima bocor shableeyo oo runta waa tan horey isugu sheegnay dabaabaad iyo adduunyo iyo dowlad iyadoo la haysta hadda isu dhaara mayno iscaayi mayno isfagi mayno laakiin sharafta iyo gobolnimada dadka nala degan aan ku soo dhaweynayno oo ku sharfayno ku nabadgeliya dadka idinla deegaamada ku nabadgeliya kilinka sharaad ogaadeen 120 uu ka yahay 80 kan qowmiyada kala degan ciise degan oo aan sarba degan oo oranma degan oo waxa degan hawiya degan oo cid walba degan 120 kaas uu ka yahay oo asoo xukunka oo ka nasiibka nasaar ku yahay asagoo ka nasiibka nasaar inuu ay aqlo xumadooda ay meediya iskula hadlaan ay dhahaan gobolka qoraxayba laga duulaya gobolka jarar baa laga duulaya gobol war gobolada aad tirsanaysiin hore uma aadnaan lahayn waa la idin dajiyay adigoo qaxooti oo dalaaba yaanaan iscaayil oo nin isku xadgudbiyo adeerayaal hawiya haddaw soo nuucsado wallaahi baan idinkugu dhaartay dhulka meel cagta dhigtaanad way doontaane shiiqaal waa hawiye oo gargaarta waa hawiye badhiban waa hawiye oo ciid kasta waa hawiye waadna ogaan doontaan digi fiya meeladii dawladihiisa jaala idinku firan ee allow yaa jooga idin yiraa oo dadka ammaan siilay duqbilow iyo dad waalana idin taliye allow yaa jooga idin yiraa wallaahi baana nolosheyda meedia ka hadli mana doonay inaan caytamo dadka caawa cidda aan ruux aan aqsanahayna guriga hadda aan joogo ka hadla ilmahoodu joogaan ku haya maa saantay mana doonay inaan caytamo laakiin aqlaq xumada iyo dadka
dadka uu ninkan sheegay waxaa ka mid ahayd oo ku faanaya waxaan ka dilnay 900 qof iyaguna tiro yar buu sheegay wuxuu yiri intaasi nidi 20 qof anagana naga dilay yiri 2 iyagana 900 maqla ee leefu ku jira waxaan rabaa inaan sida saxda ah wax u dhexay inaan u sharaxo dagaalka waa la isku ogaa wuxuu socday 3 beri oo dagaalka awooddiisu maalintii 1aad 7 nin oo reer cabdille aba ceelka afweyne ee salaxaad dushiisa laga qaado ma garan sax maalinkii 2aadna wuxuu dagaal kala dhacay oo meel isiduna afweyne u dhow oo la dhaho shangoor ka dhacay 38 nin oo reer cabdille ah oo maleeshiyada fiix ka timid oo ammaan leh oo maalin guur labay wiilashii reer colow geesiyada reer dinxaajay halkaa dhigeen ma garan sax qabiilkuna marka uu jabo walaal waxaa lagu yaqaanaa xamdiga waynu isgaranaynaa gabayaa la isku tiriya sax wallaahi wada shaqan hadda kugu soo dirayaa nin gabay nin baa gabiyo reer cabdille uu leeyahay anoo reer cabdille a tolla ayay ogaadeen oo sidee baa maanta baali laygu caku iyo caku iyo sidee bay maanta sheekhaashi baali iyo salxaadi cuntuu leeyahay ma garan waxaan leeyahay reer cabdillow geeli horta reer cabdille gacanta reeroo qudub buu galay anigaana 400 oo neefka haystay hadii ogaadeen kuusoo gurman cabdillow iyo haddii aad magaranaysaa cid kale iyo daarood u qaylo qaashan wallaahi baan kuuba tegin reer diinxaaj samatar baanan imanayn kuugu imanan waxaana kuugu imanaynin cabdalle waxaana kuu imanaynin magaranaysaaye oo ismaaciil sheekh aadan baan kuugu imanaynin rag intaad iska dhigtaan reer cabdillow bal reer diinxaaji xataa hal dagaal jabiye waxba baq tolla ayaa daarood ayaa ku haynin ma garan sax waxaan leeyahay aaban khayr iyo reer cabdillena waa jabteen oo baali weynay ka dhammaatay wallaahi bayna reeroo qudub iyo cabdille ayna baali wada joogay iyo howraarta dadkan masaakiinta baalila degan waxaa geysataan jarar iyo meelaha kala geysta ballan ilaahay baan ku qaadnay nafar reer cabdille ah inuuna baali nagula noolaanin waa ballantaas ma garan haddii ay noqoto ma garanaysaa xaaladu ay xumaatana dee waa saan kuu sheegay oo hadda waxay taagnayd diina xaaji iyo waxay oo reer wilashii hadlayadi reer colow iyo waxay taagnayd reer cabdille haddii ay bahashu sii socotana ay bahashu xumaato habagidir iyo abgaal iyo ma garanaysaa waxay tegaysaa dee dhiigu biyo ma aali yar talaayaahiraabaadawen hiraab asagoon gargaarta iman hawiy oo dhanna iman hiraaboo keliya ku filan ku soco hawiyo kaloon iman hiraaboo keliya ilaahay baan ku dhaartay hiraaboo keliyaba igaba ayaa meel saadiya walaal dagaalkuna waa sidaas aan kuu sheegay wiilashii reer diina xaaji ee gacmaha fudaa cabaad bay kaga keenan iyo hoogay oo baay bal ilaahayna waxaa ah inuu aan gudubka kalena dagaalka soo galo haddii ilaa godii la socon waayo culimmadii la yaqaanay dadka diinta bartay iyo sida xaarka laiskaga dhaqo mini ma garan maasha allah waad mahadsan tahay khayr allaha ku siiyo maxaad 2 sii dhahaysaa dad kale shiikaal ha laga raro maxaa la dhahaye odaygan hadalkiisuna kamid ahaa qoraaladana ay komitiyadana kamid ahaayeen xamar iyo dhulkay horey uga yimaadeen dhulka markay noqoto dir iyo daarood amba ay noqoto somaal oo dhan waa la ogyahay maxaa la dhahaye beesha daaroodka xalkay asirkoodii marka taxakaad ka timid afrika way ka xanaaqaan carabanka nimid way dhahaa marka maxaad kasii leedahay halkan 2 waxaan kasii leeyahay dee meeshan geeskan afrika horta walaal taariikh ahaan dad baa loogu yimid dad baa degi jiray adduunkana waxaa horta ugu liita nin markaa tiraahdo taariikhdiina ka sheekee ku oranayo dee santuuq buu awoogay saarnaa iyo madha taarikhuma lixdankii ma dhaafto taarikhdoodiba ma dhaafto midda kale nin adigo kula dooday oo haddana markaa tiraahdo islaan ayadia markaa tirsanaysa waxay dhihi jirtay daarood ismaaciil jabarti jannagale ma janna abtir noqoto warbal awowga lagubahan in taariikhdaare janno goormay abtir noqoto waa sidaa ku soco daarood ismaaciil jabarti jannagale bal inaad yar meel gee ilan adigu qof caqli oo macquul oo xisaabtamaya tahay ma abtir buu noqdaa nay ma noqdo marka waad mahadsan tahay walaalkay tankiyo barnaamijka sad igala qayb qaatana waa mahadsan tahay whatsappka gaari la soo xidhiid insha allah gabagabeynaya horta gabayada laisku tiriyey ogaadeenna way tiriyeen reero qudubna way tiriyeen halkanaan kugu soo diraya waxaan kusoo gabagabeynayaa cabdillo waxba hahanjabina wiilashii reer diina xaaji gacan baynu ku dhigeen
santu kasi darana wallahi waynu ku dhici ee waxba reer warfaayo waxba qabri daare ah kasoo dhin 2 milyan baa isku qornay 4 milyan shilkiye hal iyo reer loo bogaa oo ganacsada oo muqdisho jooga kaliyis baa bixin kara ma garatay waxaan leeyahay goobta hal la iskeero aad baan ku salaamayaa inaad heer habeenku waa ku wacnaado waxaan leeyahay way jabeene diina xaji jabiye aad baan ku salaamayaa walaal aad weyn waa mahadsantahay inaad thank you hay ma sha Allah wayna kaas wayna magaranaysay dabashi sheekh Khaled marka insha Allah qofka ku xigan jiinayna chance ka hadu ilaahay idmo ee lambaradu sida isoo kala horeeyeen xitaa aanu dib ugu celcelinayaa lambarkan Somaliland kulli wayan 616 my wa 16 wa muqdisho walaalina soo dhawalo may waxa hello hello assalamu alaykum alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh labada reerad kee kasoo jeeda marka uu horeeyeen taan barnaamijka gali walaal waxaan kasoo jeeda aniga beesha reer Xoor baan kasoo jeeda ma garatay haye anuu khaas hoos jifooyinka hoosta ma fahmay ma ogaadeen baa taa mise nolol reer waa isku yara isku soo yara dhow yihiin faqar iyo marka la leeyahay calan kala sheegayee dadka dadku bal balaadi sheekh ma garatay aad weyn ku soo magacayga Axmed Cabdullaahi waaye barnaamijka aadan u farxsanahay masha Allah doodana aad ayaan u dhageysanayay labada garab ee meesha ku jira iyo dhalinyarada iyo dhamaan barnaamijka aad soo qaban qaabisay aadan soo dhaweynay ma garatay waxaa le horta aniga wixii aflagaadaha iyo wixii magaranaysaa sumcad dila iyo wixii dhammaan magaranaysaa dhaqankaasoo dhan aniga kuma jiro waxaan leeyahay qadeedan waxay salka ku haysaa waa qadeed fog dhulka waa la wada degan yahay dhulka haddii la wada degan yahayna waxaa fiican in si siman oo xor iyo xalaala oo xuquuqda siyaasadda iyo midda dhaqanka midda arrimaha bulshada dhammaan in loo sinaa fiican ma garatay barnaamijkan marka waa barnaamij ay aaminsan yihiin walaalahana ama garabka ogaadeen in ayagu mar walba ay 1945 gumeystihii halku dhigiisi ahaa wadanka inuu ogaadeen u bixiyey in magacaas ayaga ay sida kitaabka uga dambeeyaan oo manhaj u yahay ma garatay marka qofku haddii uu aaminsan yahay inuu dhulka isaga leeyahay inuu isaga uu deegaanka leeyahay magaciisa oo la baxay shaatigiisa iyo dharkiisa kale ka aaminsan yahay horta qaab loola noolaado malaha ma garatay muhiimaddu maaha dagaal meel isku dagaalay iyo goobo la kala furtay iyo dagaal kala qabsaday muhiimaddu maaha qadeedu waa qadeed very dangerous oo salka ku haysa in maaragtay dhulkii dadkan ilaahay ku beeray oo ilaahay sameeyey oo rabay in Soomaalinimo iyo maaragtay islaamnimo iyo darsino in loo wada faa'iidaysto in ay dadka qaybtood isa siiyeen oo capital iyo hantidooda kale oo ay wala sababto ayan la garatay marka taas horta waa mid guud oo waa mabda guud oo ay aaminsan yihiin ogaadeen ka aaminsan yihiin gaar ahaan reer Cabdilleysi aaminsan yihiin ma garatay haddii hadaan u gudbo qadeeda hadda marka aan u gudbo hadda taagan oo haddeed miska saaran dagaalka hadda ka dhacay deegaanka Salaxaad iyo xuduudda deegaanka ee gobolka Afdheer ee Raaso deegaanka dagaalkaasi waxaan leeyahay waa dagaal xilli hore bilaabmay 2000 ilaa 2009 socda waxa la isku hayaa waxa weey deegaanka aan ku wada noolaano aan ka wada faa'iideysano haddii cal tahay iyo haddii biyo tahay iyo haddii daaqsin tahay iyo haddii horumar tahay dhulkan uu naqaalay aan way ku noolaano iyo ma hay dhulkan marihi dhulkan ogaadeen yaa la dhahay dhulkan ka gur oo dhulkan meesha dhulkan adin marihi ku noolaan marka taas waahay teeda kale dagaalka hadda dhacay uma dhaxeeyo reef qomar iyo maaragtay waxa la dhahay ma jiraan reer aan khayr wuxuu dhex maray beesha reer Cabdille anoo ogaadeen ma dhahay ogaadeen dhan ma ceebaynayo ama ogaadeen ma dhaleelayaan ogaadeen dhan dadka hadday tahay reer saaq hadday tahay turamagi hadday tahay reer afgaab hadday qabaailada kale ee ogaadeen iyo absame iyo daarooska kale oo qashaqa kuma lama garatay beesha reer Cabdille yaa dagaalkan tikin kale
iyo mental ahaan maskax ahaan iyo magaranaysaa support badan ku bixisay dagaalku marka wuxuu dhahayaa oo had deertin ka dhaxtaagan yahay reer cabdille iyo beeshar reef cumar jufe yaroo kamid oo reer reef cumar ahayn oo reer qutub ahayn oo reer cumar ziyaad ahayn oo reer diin xaajaan ahayn reer diin xaaj xataa raas yar oo kamida oo yar oo meesha deganaa oo deegaanka ku noolaa ayaa xabadu ka qaraxday ma garatay marka sida ay tahay hadda ani kuma faanayo yadkaaday yaa la dilay yaa la boobay yaa gacan sareeyay taas xaqiiqan xaqiiqay tegi beenna beena tegi laakiin waxaan aaminsanahay sagaashankan la leeyahay sagaashan iyo toddoba qofaa laga dilay buu yiri beeshaas maxaa la rashii khaled shan qofna shan dhaawac iyagoo dhaawaca dhaawacay marka hore hayeen marka dambe iyaguna dhinteen buu tirada ku darsaday maxaa ka jira wax waraa maka haysa halkaas runba aniga xogtaan hayo dagaalka dhacay waxaan aaminsanahay beesh reef cumar gaar ahaan qoyska ama raaska reer diin xaaji gaar ahaan lafta halkaa deganayd reeraha halkaa deganaa sideedii sano biyihii iyo baadkii iyo xoolihii iyo noloshoo dhan laga hortaagnaa inay galeen dagaal jihaada oo naftooda iyo maalkooda iyo cerdigooda iyo nasabkooda ay difaacayeen dagaalkan ayagaa ku gacan sarreeya ma garatay anaga xogtaan hayna waxaa waaye aniga garabkan kale ee reer cabdille dagaalka dadka ka dhintay maogi laakiin dhankayaga annaga khasaaraha gaaray waa khasaara kooban dabcan meela dagaalada ka dhaco laguma tashado sideedaba yaa dhimasho badan iyo yaa dhintay iyo maxaa la kala qaatay laakiin goobihii laisku farasaaray iyo meeshii muranka iyo xurgufta ka dhacday iyo ceelashii iyo meeshii laga cabayey iyo xuduuddii meesha waxa ka dhacan yaa jooga yaase hadeertan kasoo hadlaya oo ku dhex sugan baa laga hadlaa ma garatay that's the point pointiga iyo magaranaysaa tangible koo la taaban karo waa kaas ma garatay aad baad u mahadsan tahay waa ku fasaxayna inshaalla dadka kalan jaani siinaynaa bal qeybta ogaadeenina inay cid kasoo gasho aad baad u mahadsan tahay in kor kastan anigu aan dhexdhexaad ka ahayn dhinac baan ahay runtan sheeganayaa waayo daarood isaga wuu isku hiiliyaa ma ogolo laakiin inay hawiye isku hiiliyaan maanta waxaan soo dhigay qoraal markaan doonay inaan wax ka hadlo amba aan rabo inaan qof ku rifo qoraal yar ma iska soo horreysiya qoraalkii maanta marka hadaladu sheekhaal xagay kasoo gashay hawiye ma dhibaan xalkuu hawiye ka yahay baqbaq baqbaq ayagiina ka oday waa isku sheeganayaan waa isku aftirsanayaan laakiin lama ogolo hawiye inuu midoowo amba mid ay wada noqdaan sidaad iminka noo sheegtayna maaba hadda ma garanaysaa reerkao dhanba ma aha waa laba jife waxaa ishaya laakiin dan way tegi doontaa waad arkaysa odayga wuxuu ku hadlayo lahaa meesha ha laga raro mid dhintiyo dhulka siiga layo mid xamar aaday noqonayaan buu yiri maxamdi cafan abaayo hal point si oraalleh sorry aad oraalleh kusoco abaayo dabcan doodan way sii socon doontaa sheekhaal waxa waaye waa horta magaca sheekhaali waa nigname waa magac beesha reefaq cumar waa beel soo jireena oo soomaali aha nasab ahaan iyo qabiil ahaana waa beel hiraaba oo gurgaata aha oo daamada aha oo hawiy aha oo irira oo soomaalaha ma garatay maashaallah kaleer warkaas uu cad yahay waa beel tacweyn oo geeska africa joogta bib bar iyo bahriba joogta waa loog yahay laakiin hadeertan qadiyada taagan waa culumadii soomaaliyeed waa culumadii soomaaliyeed sax aad baad u mahadsantay walaal insha allah waa ku socon kartaa ku socota dadka aada u badan ku soco ha marka anigu hadda waxaan leeyahay waxaan abaayo kusoo koobayaa qadiyadan taagan waxa waaye hadday yani reer cabdille oo aanu ma ogaadeen oo dhan ma dhahay ogaadeen dad sharaf badan ha ku jira dad dulmiga aan rabin baa ku jira dad deegaankoodii magaalooyinkooda joogaa jira oo midiyo kala socda laakiin siyaasadan dadka ka gurracan iyo fikirka madhaleyska ha ku dhegan ee qabiilku lafaaka galay ee salaada hadday tukanayaan ee haddii xajka tukanayaan iyo haddii ay cibaadaysanayaan ba marada ogaadee inay ku qora tahay dhaxa kaga jira dadkaasaa hurinaya magaca xukuumadda mustafa cagjar ee saxda lagaga dilayaa dagaalka baa lasoo cusboonaysiinaya waa reer cabdil oo cidika maqneen iyo raas yar oo meesha dego xuduud halkaa degan oo ceelka kweyniyo gabicas alkee dhaxya ma garatay aad baad u mahadsantay maasha allah tanki yolaal waa ku fasaxay dadka aada u badan waa ku fasaxaya insha allah qofka ka xigaan eegi doonaa haddii lahaydmo waxay u yara kala kaadiya laa ilaaha ila allah axad rasuulla telefoonka u qarxaya bliis waxay yar stoba
واي هي ساوث افريكان سينينا تشانسكا ساوث افريكان تشانسكا سينينا ان شاء الله ساوث افريكا سوق شقتك ساوث افريكا دينا مقلي ساسوق شا سوق شا هلا هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مركب الرئيس سوشيك لبدا قبيل كياتاي على قرية. إيه ما عيوة مصطفى عمر وحق سؤال يا درك صورة. هاي. وحارها شيخ هل. ها أبا 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 أقول ما ذي عاوز صعته. أقول ما ذي عاوز صعته برامج كبيعة قاس كله كوسع ما حد كله هذا. هلا يلا بق هذا سوق عبنا. إيه الحمد لله والله ما حسنت هاي. إيه أديك يا دمان قريب رياشة. لما أنتي وادي السلام يا سلام كبعدي سيدي ولالك يقول رجيه بس هاي حويان أرنتو مدة سوجي تميسي وأنا أرن قصة ليسن حواها يصيرنا عي يو كل كان إن مارك تي أن لا أقول أنت كنا يكون كمان فعلان وكا أي دكان هذا مارك نبات دورة تاسي مارك يسال كوا هيسا أنا وحى كوبا غينا كو وذا نوران شو bulkan ilaahay baad ka kuwada beeray weena weena ka wada tagi doona dhamaantood marka waxaan ka codsanaynaa walaalahayo in fikirka mandareyska ay ku dhagan yihiin ogaadeeya inay ka tanaasulaan sida amad ogsoonahay xamdiyay waxa dagan islaamka Soomaalida 35 qabiil oo Soomaaliya degan gaarleen waxay ka mid yihiin 35 qabiil ee degan marka madaxdi soo suurta galma ah 75 qabiil ee Soomaalida ee kumaan inay ogaadeeyaan ugu yaraan qataan wax la aqbali kara ma aha ogaadeen iyo shay uu baxay Soomaaliya Itoobiya korreysay Soomaaliya Itoobiya korreysay maxaa la shanta Soomaaliyad marka calaamadooda la sheegay inay ogaadeen lama dhahayn inay Soomaaliya Itoobiya Soomaali Kenya la dhahay xusoo marka jidid wax weeye marka in aqliga walaalahayo hadii uu shareenayo oo dad wax kala garanaya yihiin dad maskaxdoodu furan tahay oo Soomaalinimo iyo Islaamnimo iyo qadannimo ay ku jirtaa yihiin 35 sano kumay deganaadeen halgan Mandareysa waxay ku soo ururteen in ay Itoobiya intay hoostagaan ay yiraahdaan waxaan rabnaa in laga dhigo xisbi halgankii dhanaacaya qadiyada ay u dagaalamayeen horta taas ku soo ururay kan ka gudbo waxa raay inaan u gudbo dhacdadan dhacday iyo qaabkay u dhacday iyo cidda gashay iyo khasaaraha inta aan ka ogahay horta walaal dadkan dagaal far badan hore soo dhacay 2000 dagaal baa bilowday 2006 soo gabagabobay si toos ah 6 sano dagaalka uu socday dadka iskaga dhintay hadii la isku daro dambi la'aan 5000 oo qof waa gaaray labada dhinac waxaan jidda haba yaraatay oo ay ka gaareen ma jirto ka bacad dadkii iyaga dal waraaloobay wada noolaanshihii iyo muxuu ahaa dadkii shacabka ah inay wada maaragtay wada noolaadaan bay ka fursan weeydi sidii baan lahaa haddana maadaama doorasho ay soo socoto Itoobiya doorasho ka dhacayso waxaa la rabaa in maaragtay dad siyaasiyiin ah oo kasoo jeeda muxuu ahaa qabiilkan kale ama jifadan kale muxuu ahaa ogaadeen barnaamijkan dabada ka wada gaar ahaan Reer Cabdille waxayna rabaan dowladda Mustafa inay ku fashiliyaan waxaana ka mid ah cadan kun magacaab hoggaankii nabadgelyada hore in la yiraahdo Cabdicaadil oo sargaala ninkaas barnaamijkan ka dambeeya ninka iyo saraakiil oo la lifa oo iskaashanaya oo rabay in maaragtay ay Mustafa Cabdicaad ay fashiliyaan barnaamijkan dabada ka wada marka arrintu way ka weyntahay marka dhul la kala riixo iyo dagaal waa waxa loo socdaa waa kursiga in cajar marka meeshan waxaa laga arkay inay fursad tahay meeshan aan laga darxin karo labadan qabiil wixii laga maaragtay la kabaacdina muxuu ahaa saas dowladda uu galaabo marka aad iyo aad baan u xambaareynayaa ilaa yaa maxaa meeshaas ku dhintay dhaawacan Allah uu booga dhayo kullay uu wax hadda lagu faana maara dagaalka meeshaas ka dhacay waa ka xunnaayada waqti Ramadaan lagu jiray inta dhaco laakiin waxa weeyaan hadii dhibka la deynayo waxa weeyaan in maaragtay la iska dhiciyo dadka maaragtay meel la iska saaro waa waan qabaa waxaan waan niman wadaadaa waan niman culima waan niman oo aadiyashay wax waajib ku ah wax kale kala yaqaana inay dagaalaan oo muxuu ahaa ay meel iska saaraan nimankan diinta u banaynaya sharciga u banaynaya difaac bay ku jiraan waxa maanta dagaalamayna sheekhaal ma aha qudum ma aha waa laf yar oo hoose oo la yiraahdo Riidin Xaaji waliba laf ka sii hooseysa waa marka
iyagu markay baraa bulshada ku jiraan waxay yidhahdaan sheekh aal baan la dagaalanay waxba kama jiraan sheekh aal dagaalkan ma gelin qudub baan gelin marziyaad baan gelin laf yar oo hoose ridin xaaji la yidhahdo weliba lafkaasi hooseesaa gashay marka waxa baraha bulshada qabsaday eesaan arkay nimanka uga cabaadiyey waa laftaa yar taasaanu cadayneynaa taasaanu adduweynaha u sheegaynaa taasaanu soomaalida kale u sheegaynaa haddii ay noqoto arrintan iyo barobogandadan iyo waxa ay wadaan inay joojin hadday joojinayaanna wadaday shalay mareen way yaqaanaan dad dhibkii soo kala gaaday way yaqaanaan khasaarihii ka dhacay way yaqaanaan uga digaynaa waan uga digaynaa markalaan uga digaynaa wixii shalay ku dhacay waa inay maaragtay ku cibro qaataan waa in walaalahoodii hore ay baabaayeen ku cibro qaataan waa in ay joojiyaan dandaasi iyo dagaalka ay wadaan wallaahi oo billaahi oo tallaahi baysan caana ka dhamaynin wallaahi oo billaahi oo tallaahi baysan caana ka dhamaynin may waad mahadsan tahay su-aal kale kuma qabo tankyu baan kuleeyay walaalkay insha allah waan isla soo xiriiri doonaa halgankana waa wadi doonaa insha allah ilaahayna ummadda ha kala qaboojiyo adday noqotana dee ala sii wadi doona intaa waxaan kugu darayaa odo raaliya inkastoo barnaamijka magameeyey waxaan kuu soo bandhigaynaa oo waan haynaa caddayntoodii aan haynaa rag saraakiila oo muxuu ahaa new boolisa oo weliba reer cabdillah oo dagaalkii ku dhintay oo muxuu ah caddayntoodii iyo muxuu ah mastwaqooyinkoodii iyo sharciyadoodii lahayo oon baraha bulshadana soo gelin doono adigana aan kula wadaagayno ayaan iyagana maaragtay aan haynaa marka insha allahu tacala waan kuusoo aad baad u mahadsan tahay afhayeenkii belweynta hawiyaan hay meesha u fadhiya wax kasta oo ku dhaca diyaar baan u ahay inaan kasoo hadlo una soo hadlo waad mahadsan tahay walaalkay hay qofka ku xigan jaanisine hay qofka ku xiga soo dhawow waa south africa nasiibkiisu noqday adigoo ku bilaabaya labada reer reerkee baa taa waxaan ahay hawiyaana ma garatay abgaal abgaal cismaan baa tahay soo dhawow maxaad ka leedahay ila arrintaa ka socota soomaaliya etoobiya wallaahi aad iyo aadan uga xumahay meesha soomaaliya etoobiya la yidhaha ogaadayin wax la yidhaha ma jiraa ma garatay aada weyn taasa inagu naqaanaa haa taasa anagu naqaanaa ma naqaana waxa ay meesha ku hayaan aadan uga xumahay waana garab taaganahay sheekaal waa niman hawiya oo hiraaba ma garatay waa lala socdaa ku soco haa kana yeeli mayna baktiga meesha ka jira ee naxliga garabkoodaan taaganahay hawiyaha meeshaa jooga haddaana dadka reer muqdisho ma garatay okay hawiyaha muqdisho maadaamaad kasoo jeedid beelbaha lagu faano hawiya haddaanu nahay beelahan ku faano aad kasoo jeedid kamid tahay waa la sii kala waaweyn yahay waa la sii kala tun weyn yahay habeer gidiryah haddaad aragtid maxaa la dhahaye abgaal soomaali dhinac ka raac baa la dhahaa niyow maadaama reerka ugu tunka weyn le aad kasoo jeedid waad og tahay baraha bulshadana waad ku jirtaa hawiya qabyaalad ma yaqaano daaroodku ilaa 2000 wixii ka sokeeyey weliba intii umka u dambeysay ilaa 2013 ilaa 2012 inta baraha bulshada aad dadku ugu soo farabateen waxay ka wadaan qabyaalad waa isku hiiliyaan waa isku shimbirawaaqlayaan haddii madaxweyne noqoto hadday wax kasta noqoto daarood ah hawaday la wada maraan baraha bulshada ay qabsadaan hawiya hadday wax yar ku dhacaana waa ku shimbirawaaqlayaan qabyaaladda number one bay ka yihiin ayagoo maxaa la dhahaa etoobiya kenya maxaa la dhahaa ilamaa budline ilamaa halkaayo xadgaadhagado ayagoo kala degdegan ilaa somalilan degan waa isku hiiliyaan hal mida isku arkaan hawiya markuu soo kacay oo mid noqday uu midoobay amba walaalka uu hadlayana way kasoo horjeystaana waxay dhahaan oo kaasma hawiya awal ahaa oo kaasa muxuu ahaa marka maxaad arrintaa ka leedahay ay bilaa arrintaas waa arkay kala qaybinta weligooda wadeen meel walba waa nagala dagaalameen maalinta hawiya farxu soo duufnaado owsu soo baxo kala furid iyo ay kala qubqubiday wadaan war halkan aanu joogno oo la yidhaaho south africa ayaan maalin maalmaha kamida dad ku fadhi dirinaan ku dhaa ogaadeenka dhinacaas ka yimida waxay maalinkii oo dhan noo daarayaan gabayaal oo odayaal ayaka xaggood ah oo jow anigana waxaad ka rabtaa gabayaada inaan daaraneed adiga asaan idhi kaasmaa qaana kan ma taqaaniin asay amiga ku dirin weligooda naxda kuwada jirin ma garatay waa sidaas maasha allah marka waxaan idhi aniga hadday daareen doodaan iyo walaxaan af aqaanin markay daaraan ana maxamed gacaad xaayow iyo waxaan daarta badar mucunin nin la yidhaha iyo ninka la dhihi jiray muxuu ahay cabdulla raaga ma garatay aada wey su-aal kalaan ku siiwey su-aal kalaan kusii weydiinaya su-aasha kalaan raba inaan kusii weydiiyo maadaama imika sheekaashi dagaal aagle lagu hayo reerkaas reerka markaa liyiri dee xagga dambe xitaa marada magaca ku qorteen al ogaadeenia ay ishayaan codadkan daaray waxaa kamid ahaa meeshay asalkooda ka yimid iyo xamar baa lagu celinaya xamar markaad joogtaan hawiya o ilolimo ogolo oo waxaa la dhahaa waa dhulkii soomaali wax taariikhda 60-kii ka horeysana way inkiraan daaroodka 60-kii bay kasoo bilaabaan iyo wixii dowladda siyaadba rasoo gaadhay
محاد مركا تانا كلا يا دهي إلى ما كسمايو ده أول هراء محالة دهاي كمود تلين تلين تاريخ وسيدان كوهاي نو قادين صوماليا نا حدا بقول كيبا لبعتن أي كليهين حلقة أي كقبتان أول هراء نهال وسيرة أي كليه كلها انتلين أم هالحل دبان محاد كلا يا دهي دول كي صوما محالة ده هويينا إنو كوبا شالو دول كان أوضاد كي كهرارو أنا أعرف أن هذا المكان هو ما مغش أيضا. أنا كده ما حاجة خلني مدبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا بيرد كيف كسر جدا؟ ولا لو حان كسر جدا بيشة بيشة عمر الشيخ خالد مقرت. أي شيخ عاش عاوين وقبض ما شاء الله. والشيخ خالد قبض ما شاء الله شيخ خالد قبض ما أنت واحد منو قال شيخ خالد قبض يقول نبى الموضة شري لكن تشوفك كم يد أحمر تكتئن يهين ما شاء الله. مركز ود ووبن كله ولا محاد أنت أسكلا ده دجال كسر هذا كاس التاريخ. ولا لي walaal ayuu sadayal ka socda wadayaal u dhaxeeya ogaadeen iyo beel kamida beesha shaqaaleed oo qurdub ka sii ah diin haadi oo marsiyada wali waa la fiir ol dhoo reedin haadi ka sii yar ol dhoo ee guuladiin magarad haay hal la fiir ma ka qaysay la fiir oo wali diin haaji ma ah diin haaji ma ba qeyrsanay waa la fiir baadi ma taqaanaya buguriso qeyradooda adduunyada lama taqaana laga fiirsan la magarad sax ولي يقول نوالي يقان أيو أنت ما تقانا صوت دانو أي هذا الدين ويان أو قيل الدين ويان دربان تي الدين ويان بيمسك حبة ده كان تبرك تيز يعني هاي تي ولي قام ما قش وقعدين بقى واحد لي ولي وقعدين بقى واحد له واحد لعيب مو ما مغلين بده ما بيقانا شيش كه شيش مو يقان شيش مو يقان أنا كذي وحاجة قانا صار ده أنت لو يرتدي على الله ده ده أنت لو تمي دربان لا قرا هاي تسي لو فان تمي يقان هاي لفتا يرى متقانا يريدون بدينه وبدين هادين بقفة صحينا يقع فعل يلا يعني هي متقانا دشيكا دواء قوانيا أنا وان دواءنا كده بقول متقانا بدوكا يا متقانا سمطر يا شنتي سمطر يا نيرها يل إيش يجي إسماعيل كي يلا نيرها يا وصلان كي الشيخ كده بيمان دنا لكن هذا دواء متقانا أنا حبوا قانون أنا كو خسر ما حلا بقى متقانا يا إيش يجي يا yaana wuxuu dirinay wali goona soo qeeliyaan ilaa waxaan qabsayna jijigaana uu laba taaka sugnan jinju wax ka jira sidaas way dulka intu ogaadeen ku tarmay uu ku dhashay ka hor way deganaayeen dadkan hawiyaha ah waayo waxa ka muuqata awowgood ba halka ku dhintay awowgi marka la raadiyo taariikhda daaradku waxay leeyeen alyabaniya ka nimid arab baan nahay dulkaas taariikhdoodu taala marka muhiimadu waxa ka waxa leeyahay dhinka dhulka ku dhasho dhulka ku dhinto ko lagu aasan bar dhulkana iska leh waa maasanta ku fasaxaya ayo raaladno raaye qolka ku xigan sugu doona insha Allah waa mahadsantii in soo dhawaada in badan baa saxnaanaysaa Allah yaa in badan baa saxnaanaysaa qolka ku xigan jaan siin doona insha Allah reer Soomaali yar xishada reer Soomaali jaan siinina wallahi dadka Soomaali weyn dadkan ka qabanaya badankooda reer Soomaali South Africa sidee waaye Jarmal naga daaya liyo ilaan bas stress la fadhidaani ya way hay qofkan ku xigan ka qaban doona soo dhawow hello may maqasha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawow walaal adiga labada reerood midkeedna ma taa magacaygu waa ahmed shabeel waxaan joogaa hargeysa waxaan nin aan reer xiliir oo sheekaro
هذا شو قاعد علوم هذا مالك استوي شوكتا علوم هذا سو مالي لا واحد وحبره وعلوم هذا س هذا رئيس سو مالي لنا كوسع هذه أرتا وحوية أن تقال كان أطيع كان الله أن تقال كان بنتي لو مشي كده عيورة تقال هو توصل ورد حي و نمكا وادين كل اللي جاي يتفكر ترسم نمكا ثارو قطب سيدا نمكا يقول رئيس شجع أن تقال خي أن تقال إيش خروطا في أما عمر سياد يقطب بيهن مو هين تقال خساري سي أتان كعش كيو أن يجا أنت العقيدي أما دمشق هذه اللي تري أقولي سيدي طبعا يجا حق والله ما كنا نسأل قتلي صح حق غير كنا أدو إلى سجال وحويا ويكون ما تدقلك هاي سجال كم سجال شنكر دجان مركا سجال كم سجال شنكر دجان صح كوزا مركا حمد والله وحويا تدقلك وتدقل سياسة ديسن تدقلك هرتوا صوب اللامي هرتوا أقولي قد غير كوا اللي سهل لكن تدقلك هذا الصعب الله يكون صوب اللامي بدو يستعجي مكادو بدو آخر سنة و تاجنا أبونا كبر منبا تقال كنا و تقال يا صديقنا أو نما أو قلت لي هذا أيا كتن بيو أو مارك كأنت أقول يجا نما حالتنا نما تاج كشري هاي ستة سنين تقال كشري هاي و وبلش عرضك كشري أبد دولة ده بفصح ده كأنت صوتري تقال كجلا وتريد دولة ده الدفاع سي كزعه أرتا إنك استوين ولا سنين إن بلاها رمضان ليك مسلم بعديه أنا وحوي أنا وواج يعني قف عن ترى هذه يبول كاجي يمر كاجي صعبة دينا كوتشي هاد وحوي أنا شن هذا كوكش هذا وين هذا وين شن هذا كوكش وحوا وحواج هو إلى هاي مصاري ما قرنا صح هذا وين بقول كنا ولبه وحرجيني ولبه نصيص على ولبه حرجيني يا وحيهين الله تصو إيه مكا بقيلي يعني نادر هل تشوفوا كل يد شيء كسان إيه مكا غير كشيخ عشا إنه وضع دمينه وضع صعنين هل تشوفوا كل يد كقيلينا يعني حتى مدحوينه هذي بيجارسينه مدحويني وأوي في بليبي عيدا كن يو بورسكو فصحوه يرو أرض دروك العيا قلها الدلة مزعه هادي هرت هادي ولا ما لا صدق عشوي مكسوعي ولا ما لا عشوي تقال كحوجي سو هادي وسيس على عن أمسين هاي إن إلى واحد كوري هل كي كسر دولين يبقى كي هي مادين مقرنسة لجاري لها هذا وين هذا وين وحنا عدينا سائنا شيخ الله كخل دنيا هاي همتدى هذه ماشوا ذي ماشوا خلاص كده الدقن يها اللي قلت جاي وحنا كجرانا ساخ راشين كيرنا يين ونكو كشيا كيني ولا عجها يارورنا يين هوب كي قاديين دواين كقف كمرك دعوة نقطة كوب بابينيين عنهم بابيه قاديين وحنا صدق بكشيا كيني كجرانا صدق كين ندل الدرمية ماشوا اللي قلت جايين لما وحي همتها أما هوبها أما aan duwin ka sheekay meesha ay keenayeen ee saad koodi la qayb xirado ciidan horta ma meeshii waa laga qabsaday marka goobii saddex meelood buu tagay wuxuu isku dhac saddex meelood horad buu hawlan aan nimankii xaj maxmuud dagaalama taanta ku hayay sheekh khaled hadu aan marka dadka aanu waan soo dhaweynaya waxaana waliba jecelahay inuu sii socdo aan aad baan u soo dhaweynaya aan waxaan jecelahay inuu muddo qaato siina socdo لنا صعب شر إن شاء الله إن صعب شر وإن شاء الله بشهر رمضان تين ولي بضمان هي إن شاء الله خير بينكم هذي ده قال كوسيف ربطه وقاعدين وردن وقعة وريك برت على روح سوقة كون سو مال لما كي ملا هيدا عيد المسوق عايزن لاي ديار بابنا هاي مكمل لنا فرها دود قال وقول له وحن كرتير كي ويجونا راسي داس عاد بنكون سلام يا من تركي لا هي كذي كم قصلا لي هاي قف كوكو عيجان شان سيدونا سعود عربي ويان غير سعودي قرالي نقدا مركا إنك قبت سعود عربي إني قرآن مركا إنك قبت مشقين يان أوكي قف كوكو عيجان شان سيدونا وأشلا سعودي جيبان ملاين يان الله وكل بس خد القبت يسود دوا وهلاو واي هاي كل كوكو عيجان قمن دونا ما بنصنا يبا بطلين بسوق شيء غير بطلين بسوق لا ماشة وبنة سود دوا سود دوا وكل علن كاي مقرن سايلام بركا عدين يان أنت كسبوا كأهو إن أنت كسبوا شيء تبغى ركاس صور دوا ولا شيء. thanks ولا القارب عنده هاي أدي أكتب معصم كهاي عنده والقناة والسلام يا تمار. مت مسلمين تمل بتشوفه والسلام يا تبغى نستغله وحنو باقي يا إن تقدر كتشوفيان. أديكو أيا باي هلا كل باي. عليه ما تيرتي أنا كلها ليا بدي أنا حديه عن كليه ولا دحدحان نقو.
هاي 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 لكن هاي 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 هذا ونعكسن إنه ونعكسن بعض هاي وهي عاوة قبل ما دح دحات ما كنا قلنا يا شالا ونسو قلي هم كشتوا ونسو الدنيا أنتوا دوال كصعونا إني قلنا دح دحات كنا قلا لكن هل مدا أنا قوي نقد يدنا هاي أدم بيرو أنت هوية هاي هل كان مدا واحد هاي دارو ما قعد دارو بس كوهي لسه لكن هوية مر عوية سكوهي لنا ترهن تانا إن هذا الله أكبر تام مدا عصمة هني قد داية واحد كوهي ليه مكشر أنا نو دارو تانا شو هذا الأمر اللي يمكانه هيلنا صمت كران انا أنا جنبود لي وأوصى صعدة وأضل كيجي مرة هيك وأكتو في دار وأضمن الدوار اللي أيدي هيك شو ضاني غبا. ما يوم كسرد وين نادت نادتي وأضل خالي صمت. ما شاء الله ومهات سنتي ولا شيء ومهات سنتها كل يسود وإن شاء الله إلى هين هن ودع فيه كله وأكتو فا وأرد عدنا الحد وحنده هاي له عفس أنت أصلا صنع من عندنا مديت مسكاه. وصعب. أنا جنبت من ولا لحن كاغي ماني سكتة وحيرة صغرك ومفينا. وحفنا لنا ددك تحت حاجة ددك يشيد لكن ددك ردك ورا المعنى المصري عنا دي ولا الوحي دي يقولك عناية حتى وهذا الوناكسن إنه وناكسن باطاي ما شاء الله وما حدسنت كله لكن وحد يكرك يقولك عناية مركان أركو هذي قو إمتي يكوي دول بحنتي يكوي أوغادين يكوي محالة دها حالكن قرآت محالة دها إركيرتي إنه قو اسكو هيرينا يا فيسبوكي مقا عدارو حدن إمكا فرماتشا صوردكو فرماتشا ومدحوينة صومالية قبيل كرتك برتا صومالي ودم بوم مدحوينه ويا هذان هذا صار ديكان عايو إني جحت تمشرتو ده إني قعدت كي كسر ريني إني قعدت كي كسر ريني ما شرتين بدت كي كسر ريني وين هذا كي بعيش فوق رعية ما ركبت حسن أنا وجدي قبيل قبيل وتمر على من مثل هالك قبيل صمت كنا قبيل قبيل إني قف ونكسب لي مركب ده حد بانك هاي برامج كن لكن حقا ده مركب يرقى يلا ده نقطة ندنيه ده ده ما بيران هاي واي هاي وا عاول قبل عا وبرت هذا الكعكة سو ما لي بخرت مقتين عاول قبل ده حد بان هاي أنت كنت فكرة ده كنت في شيخ لكن وعلومه وده كني هلا داي وما حسنت ولا رو thank you هاي ولا قف قبل يجين كمان دهنا hello 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سود دوا وحلقة شوكتي مركب كوباد وام أركانك كل دتك كم أركان وحكى وقصي درسا رمضان رير رير كتاي. الحمد لله وانجوا نور أمريكا مينيابلس بانجوا إذا نظيف درس نعم فن. الله إذا نظيف درس تين حالي وبرتا كم بخلا هاي إذا نظيفة. الحمد لله وسلامة بقول توني أفرك مركوره. أبي أتعبت ومش كنت تفهم. وان كهقد نقصعب. مركا هلك ما تسلم يا سمال هو دم بيشوف بالبركة يسوم بالرمضان. لكن وحقوله أنا جو حاي حقوله ده وانت شوفت الشيخ هل بايرير وخطبناك تقول عمر بنا إنت آه بابا عاوا برتير كعاوا زي برتو قرار كم حق ويجو قرية في عنه وبرتناك هوية لندرة إنت صح هو ويدير يا شيخ هل قرمة هوية نقطة نقص ده حق قصة وتوسع رجيو دمر بالشيخ هل لندرة وهوية وولي جد نواد ولي سيجر ده إنت هذا وين ما شاء الله مركي ده هاي أوغادين عن هاي كل قطة في سياد بر كجري جروا هاي كل قطة قرمة أوغادين وتنظمي ويدين كرتا هذا وين كسر مركي شاء الله نجا دان هاي لاندير عن هاي تام كل إجنا نوئي شيخ حال ودان مكعي وليا بيسقارم ولي اللي اسمه قارم ديني حد كلي يسا أوغا قيدي نفهم هل قيسو كلي ويا بيدانو شيخ حال دبا مري ويلا لي رجال عمل فديان بكسر دبلن هل جلب بس هيك قيلي لكن ليس ما قارنا بنا. ما شاء الله. مرة عتي جوتهم وإذا مر بعيب ما كلن تعب على ده. ناتي هوية ناتي أوجادين إيه. إنك أوجادين إيه. إنك داروني ما كوي ما ده كله أقصى حدا أقصى حدا أقصى توصل. شيخال ما غريك على كي علماء إيه. كي دكتور إيه. كي لوير إيه. نور بواح شيخال واحد. ما قارنا يدخل الجرين كوي ده عين. أرتا ما خير هذا نطلي هذا كتاب جين برنو. دبا نايمل بنك الصبح نفهم. تمام يا ودك دك وحبا
baray amba maqaar ha talo amba kaba ha talo amba tin ha jira amba amba culimada kutaab ka qaatay ki wax ku baray oo ku soo fariisiyo macalinka ku tarbiyeeyay weeyaa anigi oo tarbiyeeyay oo diinta baray oo meherka baray iyagoo iskuulay xaraanimo isku fuulay wali zina isku koray oo xoolahooda intii la qaato xoolaha laga qaato gabdhahana loo soo dikray jabin jiro 15 bari la soo eegay wallahi inaan beelahay buur bacayd ma kamid ha ku saxo yes awoogay logoga awoogay logoga awoogay logoga soo meherin jiray oo dhahay shilinka kaamarna gabadhaadana lama seexanayso ajnabi bay ka tahay gabadhaadana ka hayso hantidaadana ka hayso ii duree xale wuxuu ka dhigayaa sheekada sheeko aan magaranaysay reerkaygii anigii sida reerka reerkii ku soo qaaday dad caawa codad kuwa ku dhaafan ma leenayaa codadki ma dhageysanaysay arusta way duqbilo daarooda dhanba kuma dambaabi karo arusta way duqbilo ma aha ana ilaa kenya garanayo duqbilo dhagaxley baa laga soo ifaada laga soo qaaday kabii uu shalay ku imaaduu qabaa duqbilo nood american waa isla joognaa ilmihiisu kala garanayni duqbilo 99 islaan uu guursado ilmaha ooga taga sheekaas buu ku leeyahay sheekhaas landeero waa fiifan leh hawiyo dad madaxay in saarantii waa ku salaamay xamdi galgacal weli ma la israay waxaa la dhahay waxaa israacda diidda haa israan satanfaan okay wax yar baan rabaa inaan kaaga sii faadaysta maadaama gabadhii badan tahay maxaad leedahay qabyaaladdi xamdi jooji yar leh mana joojinayne qabyaalad iyo qabiil tamay anigu waxaaba taaganay rasuulkeenu waxa uu calay salaatu salaam qabiilka isku karta qabyaaladda xune qabiilku wanaagsan yahay marka aanu qabiil ahaan baan ka hadlaynaa ee daarooda dhan waa iswataay ahwi oo dhan inuu israaco oo dadkiisa u kaco oo hurdada ka toosa dhinacna laga xasuuqayo dhinacna laga rayo waad aragtaa xamarna waa kula leeyaho waa federaalkii goob maamul goboladadiina waan ka xasuuqaya maxaad ka leedahay xamdi ee qabiilka markaad joojiso waxa waa daciifnimaad muujinaysaa sababta ay tahay naagaha soo wada qaylinaya daarood waa magaca daaroodaay ku wada imaanayaan aad weyn aad weyn magac ogaadeen kelima hadda daarooda lagu wada kaca hawiy oo dhanba waxaan ogu baaqaya ha wada kacaan meeshay joogaan dal iyo dabid waxay joogaan hanti iyo maalna soomaali dahabkeenna uureyna dahabkeenna guryaheena bama daawatay fiidyowga bilowgiisa ma daawatay odaygii lahaa lacagta aruurinaya hantida ma ku soo gaadhi maanta o dhan waan ku dhagaysanay ha ogaadaan iyagaa kulli wada homlesa duqbilo oo gaari korkiisa ku xaaro iyo wax lamid oo jalaawiinta iyo ku xuno ayaa la dhuusrado waxaas oo kalaa dadka kharriba mafahay eeda nadiifay nin in adeerkiiya kaga siiyey laakiin eeda qadiijoy nin wiyaawo inuu kaga siiya ninka aad baan ku salaamay nin kheerkiisa asaa intuu qabta deeda nadiifiga celi asaga oo rijaal ilaahay ka dhigu naag dahay hay caawiso markaasuu sheekaas wax ka sheegay nagu salaad wiyoodan hadday soo wada galaysa maadaamaad jaar tahay nagu salaad waa mahadsanta aye sharafey qofka ku xigan jaaniska siin doonaa nasiib ciidda u yeelatay insha allah qofka ku xigan jaanis siin doonaa asalaamu calaykum soo dhawow insha allah labada reer reerkee waa tahay waalaykum asalaam waraxma waxaan ahay sheekha reer qudub maasha allah soo dhawow maxaad ka leedahay arrimaha ka socda wadanka waa dhowahay bay aad u mahadsan tahay waa kaaga meel celinaynaa garaabasha quruxda badan caawa aad noo qabatay waana ku faraxsanahay caawa inaan aado weyn dee beertaba yaa iskale beertaba ninkiilaa baa fashee ku soco hadaan u gudagalo barnaamijkan horta waa bil ramadaan waa ka xumahay dhibaatada ka jirta dowlad deegaanka waxaan dhihi lahaa ilaahay kala qaboojiyay ummadaas haddaan usoo laabto dhacdadii u dambeysay waxa isdagaalay sidii dadkii ugu horreeyay basheegeen waa jifo hoose ma rabo inaan ku laabto dadkii iga horreeya dhameeyey waxaan rabaa wax yar la ashtiimiyo dagaalkan ogaadeen iyo sheekhaal waxaada bilaabmay ma ahan ilaa siidkii iyo ka hor baan dadkan isdagaalaynay waxaana wiil yabtigii gabadhii eedada marka waxaan rabaa inaan wax yar taabto ah 2000 waxaa lagu dagaalamay raaso raasana dhul ogaadeen bay ahayd hargeysayrey waa la dhihi jiray dee xoog baan ku degnay iyo quri caaradii waana ku joognaa waxaan la gabanayna ma aha ninka maanta leh waxaa laisku dagaalay raaso sheekadu raaso maaha waa gobolkan waa degmada salaxaad
wixii kala ka soo baxana waa la keeni doonaa de marka inaniyo abtigii ba hawiyo lagu dilaya inaniyo abtigii baan isugu nahay Soomaali baan inuu nahay Soomaalanka Soomaali baan iga dhaxeeya ayay caasimadaadi inta lagu ugu yimid waddankaada tirii lixdankii balkaalay oo caasimada ku tirii ka dhiga Soomaaliyadba Soomaalnimadan jecelay la soo dega ayaa hadana lagu haystaa meeshii kala dadka ay degan yihiin ku firdhisan yihiin lama ogolo waa la soo yiriya shalay bay dulbaante beesha Maxamed gargaartay diidis tan baa maanta xigta qoladii kale waa la sheegay laba kale marka inaad هوية وحنا يا ورطبة كاكا عن ميو هوية سفي عن هوية نلوغو يمان ماي يتوبي كذا كان نغا حريصانينا وحاوة واسي كينا نبضان بتعال لهاي هادين نلوغي دو كينا لكي وانا ليغانا وادين نلوغو يمان ماي نغا كفتلن وارراك سلاد دو قوزي غانانا وهو اسم غانا سفي عن حاوة وحبي سمير مين وحبي سمير مين وحبي سمير وحانكا اللي ربا دوغبيلو يوحياو بوران دوغبيلو ومقبرا نمبا duurka badiyan kismaaya la sagada iman axmed madowri adeerka hebel iyo ka tagi taas aan qabanaynaa waa xaqiiqda taas buu weeyaan de kismaayo ee maxaa la dhahay 15 sano ka hor de ogaadeen muul ahayn buuna ka tirineen maanta haday madaxweynaha ka noqdeen al shabaab ku soo dhunteen yaa haweena miskiinnimadiisa la arkay walaal bilaanu mar marka qaar waxaan dhahay intan fogaro nimeyo nimankan haweeyaha qabyaal bin ma yaqaanan miya war maxaa ka qaldan ma yaqaanan yaa sidaas oo roon ayagoo qabyaalad aqoonin bokooda kaliya meel jooga oo isaga filan yahay cid kasto abdan ku salaamay thank you baan ku leeyahay beesha si xaalad meel kasta joogta share gareeyo clipkan isgaarsiya ku soo xidnaada beeshka insha Allah wa ma hadsan tahay walaashay ku tayna ayo qofka ku xigan chaan siinaya insha Allah qofka ku xiga hello qasha hello soo dhawo walaal magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlaysaa walaashay waa ku maqlaa xaalad okay meesha ka soo hadlay sidii kor uga baxay waa Cabdi Samad macalin Cabdullaahi waa ku kaas dhaxageed tahay labada reer reer kay waata muqdisaan joog nin sii qallo bagaahay ar caawiyaga reer ka meesha xoreystay horaan u sheegay ku soco masha Allah ma salaam dii salaam aan dhigla kul oo haga u dhigma buku lama marka xitaa kan awanta daroska ee asiga badan leh badan qalaado ee caay sadan waa ka saar bidid qadka wax yar ka googay kusa wala qasha hello hi kaka kogo aya qadka aad kaka kogo aya ku soco inaan jarana ma rabo kala soo firdayn hay wale ana sheefalo soo maqlayna wiilkaas qofka ku xigan jana siinaya wiilkaas ma maqlayna soo dhawaa soo dhawaa walaalada reer reer keeba tahay dadaci barnaamijka soo gaba gabeynaya anigu horta waxaan lahay sheekhaal loo bage
هاي ما شاء الله وزعب هو قوت الصومالي دقان وحكا حنا أخسان هاي ديني وقادين يرى هذا الشيء قال ربما يري عبد الله استقالي هاي ما فهمتي هاي ولي إن دولة دقان كان متقين وغوي حتى متقين ملا انت ملا انت لا دقان وكلي يبوذي يا شيخاش إني طيبة ساسة أم لا يهو حلي ينطق عنا شيخ قال ربما بأن لا دقا شيء هاي ري عبد الله لا دقا لين بيليه هاي مركا سياسي وقلت هدي ضد مسلمين اللي يهليشين ان واكا هدي كالتان الصومالي مكا الحب بدنه نتكي حب بدن ريرك الله الرعب سيدا صباي واكا واكو سلامي عيدين كون اسكي عليا دي محمد قرقاتا تهينا النعار اذا مدى يلا اسكي عليا الرقب ما يعنى قواز نقانا اسكو ما سوى دعدعنا ولي قاني محمد قرقاتا ملاه لقود لي ما دركتا ولا سيقانا ذير ملاها ولا اسكي قبية ولا سو قبية ملاها ذير كراسيك قام بالاسكو فريا أول هرا أول هرا أول هرا وحوي يسدن باتو خير باتو هيو ما حتى هيو أي يس هاي ولكن عشان يري ما أنت يسوع لي هذه قال لفك توج مايو فهم زين مركز إذا كانت أنا كونفر بانول إذا كذا ناي كم سوغورة يبغى بس على سبب إنه خلاص إنك استو أنا وغوي بانول ده شيء ذلك يروح بكم ما مقرنا صحيح ما أنا كم هيو ولدنا وحوي ما شاء الله جور كنوا إسكاي مريا هرانا وأوجو جور سنها بلوه ده أنا كنا وين أجا قبل؟ إذا كان واحد كان مرمان ما لمحف ليسان جوركو ذا محف ليسان هدا إذا ديدان ديدا دي. ده إنا هذا ده أنا كم بقى أنا كم جورك اللي جوش شيء غي إنا هذا أنا كم بقى سرويين هذا كي جاب ديدا وده هاي إنا هذا محكوش شيء غي مهم البات قبل قبل كاسات هذا هو جينا ده كي جاب ديدا كبر بدن رير كم بعير كبر بدنا. ولما حتى إنا المعمول كدر ستان ديدا ده وقوي ده وحن واقب إلا إنا معمول كدر ستان حتى ديدا إنا هذا لازم وقوي بكوك عشان تا وقوي وهالبولي الصومالي حكوا كده عاي مكوك عشان ده أنا وحن ديدا أنا هدي ريرها لا 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 ما يا ما يا حلك وحبان ماله هذي بطلين نقطة ما ترتين كريا وضحية هذي أوجادين نقطة هذا وضركتها مدحينا عن أوجادين هين مقلا أقرا هذي صومالي نقطة وضركتها مركب مسلم مقصني ماذا صومالي ويان هاي ستة وحاسن لو توجد ما يحق قد لا عدونا ما فهمت مركا أنا قلت دولة دوسر الرئيس ده هدول هوية إيجا طريقة ومبهني بقى وحكا لبقى وما حسنتا وصيدة سوي وكسلامة يا ولا شبا أيوه راكي قفك كل عدان جانس صيدة إن شاء الله سودو هلو 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 وعباك قد حجرة هلو هلو تلو أميدو قادينو ديكور كوكو كعيبا هلو إنا لله وإنا إليه راجعون كان سوق زين معين هالو السلام عليكم حمدي يا دانكو سلامي تودو دمانتين واند السلامي بعد السلام وحاول ارتبلك وضعن بان لو بيشراء وحانا هادي هادو قد تعسيين هيا مارة دمان ومد الصوماليات وملكس تكون قيري وطيقة ست الميلان دانكو كسعدان ودان ماركا هاديقو ايا ضد ريسا تعسيدة dhammaan umada Soomaaliyeed qaasatan meelaha dagaaladu ka socdaan oo dhan isku soo duuduub waxa weeyaan dagaalka ka socda shiiqaal iyo ogaadeen dhexdooda adiga waa demarka walaalo mawduuc ay noo joojiyo adiga waxa halkeey aad u barbarinaysaa marka anigu shakhsi Soomaaliyeed baanahay okay aanba shakhsi Soomaali waan kulahay saaxani adigu hadda isku meel baan ka soo jeednaa alhawiyina ah ku soo marka waa sax بعد الانتاس على كل حال وحوي أنا نبغى الصومال لماذا هذه قوين كل الكشنات نوان نصيب دره ما أنت ويلي أبتدي سنة كدرنا يجو حرشي لدجن يجو إثيوبيا لدجن يجو ضطح لدجن ضطك الصوماليات ودجن كل الكشنات وحن ربع إنا يجو مدوبان عدو جا درس كده أو صوما أو صومالي عدو جده أو حرشي ده أو قال ده إنا مدوبان وحيالها دحدو ده أنا محيي طاي حلوا هلاو سوشيال ميديا ده خصوصا هرتي سوشيال ميديا ده بقول كي وبقول دقبلو يدت كان هلا يا وادت قرب شوقة وادت إنترست جوني عليه وادت عن سومال نمدو كوينين وادت ومد الصوماليات سكدر هيا وادت لعج خصوصا قاتمر كوحن ليها بفلكم بلسحانكم ما دابا إيدكم عبدل نبض شوقتان دت كصوماليات أو مسكين تا يلا كل الدين يلا سكدرن halkii teeda kala bishaan waa bil barakeysan weeye waxyaalaha wanaaga halka wada shaqeeyo umadan yaa la isku dirin okay waxyar waxyar okay waa wiliyaab tigi okay soomaalo dhan baa wiliyaab tigi isku ah waxa tahay gabadha wiya
waxaad hawiye waa ninka dhulka Soomaali loogu yimid number 1 baa la dhahaa Kismaayo aad xukumi jiray Soomaali dhulkaas oo dhan aad xufurin Soomaali konfro dhan aad lagu tirin jiray inaad dadkaagi wadankaagi aad deganeed ku badnayd maalin kasta lagu xasuuqo lagu dilo lagu baabiyo maxaa la dhahay afarti ka fogaado maamul goboleed deganeedna loo diido laga soo eriyo maraliba ka taas marka koobad an absolute rally kama noqon karo qabiilkan waan ka dhashan waxaas inay ku dhacaan rally kama noqon karo mid kale oo Soomaaliyeed rally kama noqon karo aad baa mahadsantahay waa adigana aad baa afkaartaada ugu mahadsantahay qof wanaagsan baad tahay waa dadka Soomaalinimada lagu magaranaysa xogaa lagu xantaa tahay taa uu yoodana Soomaalinimadaas lagu xasuuqay nabaday hay salaam way hay qofka ku xigan chance ka siin doona insha Allah dadku aad bay u badan yihiin nasiibkiina qofka ku xigan chance ka siin doona hello hello assalamu alaykum alaykum assalam soo dhawow awaa soo dhawahay magacii waxa way cida sheeqaalana ay loo bagan faanta marka waxa way wa soomaanna horta waxa loo wada duceeyay dadka waa islaam oo walaalo ee helwaye xamaasada ay naga badan haa yar yar america ina soo gashaan baqad kama inigu waa soomantiina iska joogtaan yurub baa soo amirisay maya waxaan raajaystay waxaan qeyr waxaan wanaag ka gaarsiin karaa xumaan markasta ma soo weecin hadaan afurna hadii kala marka waxaan leeyahay horta soomaali dhaw walaalo magacyada loo kala sameeyay oo hebel baa doon ka mid iyo hebel baa hal ku dhashay laakiin waxaad raadin kartiin dadka meesha ku jira dhawada sheegi karaa daaroodka iyo hawiyaha haddii daarood la baabasho haddii hawiye cid oo soomaali ahaan cid uu ku tiirsan doona ma jirta haddii hawiye la baabasho ku farxana meel cid loo soo istaagi doonaa dhexda lagala bixi doonaa marka waxaa lagu ogaan karaa DNA hala raadiyo kulligeen isku famil baana hal qoys baa nahay waa magacii abtiris waa yeelan karnaa aniga nin hawiyaan ahay hadda wiili mashe waxa weeye haddii lagu dhaha maxaa lahay wax haddii qabiil mana qaana sheekada hadana qabiil qabiil inaan sheegano laakiin wax haddii lagu cadaadiyo oo lagu riixo lagu riixo marka dambe waad baranaysaa danta qasbaysa waa baranaysaa laakiin aniga ma baran lahay mana barin qabiil iyo waxa isri nin dad iska wanaagsan oo iska degan islaamka islaam nuu yahay waa dadka soomaali walaal nuu yihiin marka walaaltinimada lagu soo laabto diinta lagu waxaa la diinta waxa sheegaysa wanaagga ha asqarno dadkaasna way heshiin doonaan insha Allah marka iyo waran naga fakanin walaaltinimada lagu adeego marka insha Allah wixii dhintana midka geeska dhintana waa naga dhintay anagoo naga dhintay naga yaraaso in Soomaali ka yaraado wey aad weyn ma la socotay barnaamijka bilowgii si codadkii ma dhageysatay ma dhageysan hadda dhaxda ka soo galay okay. marka barnaamijku dhamaado chance aad u heshid ka dhageyso insha Allah haa marka marka adiga dandhiikarka kugu kici doona ninka ogaadeen wuxuu waa dad xun waa lagu jiraan dad xun oo hadalo xun waa jiraan laakiin dadka xunaan tuusinaaf wanaagsan marka ilaahay soo noo inta xun inta wanaagsanna waxa weeye has ogaadaan haye waxaan magacyada iyo qabiiladan waxa jira maahan walaalanaay Soomaalin waa hal isir meel cid carab gasho ma leh cid oo yaman gashana ma laha cid jabuuti gashana ma laha laakiin iyagaa kule ayagaa kule annagu aan carabiyaan nahay markay aftirsanayaan niman jabartiyaan nahay waa dad waxna lagu kala jajabinayaa wax soomaali lagu kala jajabinayaa miya wax soomaali lagu kala jajabinayaa loo adeegsado waa jahilimaana heeso marka aad waa ilbixi doonaan hadda duyi wax yara wax easy waa DNA taas ka qaadida isirkaaga meeshu galaal raadin kara marka wili way dambeeyaa marka ilbixaan la arki doonaa oo duyidan DNA soo gaarto wadankeeni kulligan hal odayna nahay waxa weeye ninka labadaas sheeganeyso kulli hadii iska qaado hal isra la yahay marka fahantay marka waad mahadsantahay sheekh waad mahadsantahay sheekh thank you baan kulay wana soomantay waan ku fasaxay ilaahay nabad ka dhigo saasan u qabanaya marta qofkii ku jiran qof kale qabanaya ma oga ciid u yahay ilaahay hortiis baan u qabanaya sidoo ku soo baxay assalaamu alaykum soo dhaw hello 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 way qofkan waa ku dhigay mobile-ka ba qarxaya eeg daqiiqad ma kala dambeynayo qofan anigu ogahay malay qof laba saga booska imalaya nasiibkiisa qofkan gacantada ku dhacdo inta kala qadhaarka naga daay meesha soo joogta halo halo reer jarmal baad ku soo galay soo dhawo walaal jarmal baad joogtaa telefoonka ka muuqata labada reer reer baad jarmal baad joogaa magacii waa bashiir xaj axmed waxaan in sheekal ma garato loo bega ma garato ee ilaahay baa sheekal badiyay ila ma afrika ila ma mareykan ila ma soomaali la meel ka wixii waxa ma yabo yoyo dadka si qeynna la sheekal dad yar waaye meelaha kana nacleena sheekal ilaahay waa badiyay laakiin waa dad nabadoon aa way cadda aa waxa barta ka cad soomaaliya dhanba sheekal inay ka badan tahay ba ariga ilaahay uu ku sii qaan xamdiga calaamada ku qoddaro dadkan waxay nagu wariyeen 16 milyan wala 20 milyan oo waadeen soomaali idil waa 16 milyan ma garatay sax
ogaadeen dhulka uu dego soomaaliya la degto 36 qabiila la dega ma garatee ee dadka dhulka waa dhul weyn waaye ah magaca ogaadaha sheegtaan dadkan waa dad akhli liito qof markuu maskax iyo aqoon leeyahay waxyaalo badan ayuu ka fikiraa magbaatee haye waddan dhan oo Itoobiya ku yaalo wuxuu ku leeyahay waa qabiil ogaadeen oo ku la baxaa ma garatee haye qabiila galana wala degaan ma garatee haye ee hadduu leh sheekaan meesha wey degtay sheekaan meesha ma degaa isaga wey ku fac weyntaa weyna ka weyntaa ma garatay haye ee dadkii sheekaan ogaadeen oo isyaqaanaan intaasan in dagaalayn dagaalkan waxa hadda bilowday ma aan ilmaanka uu ka nacleyna meelaha tahayo sheekaan ma dayal taqaantay ogaadeen sheekaan uu isyaqaanaan cadiile wax qaadi way iska deeku waa ma bartaa iska daayim garatay haade way haye midkan ugu daro midkan ugu daro waxa tahay dadka dhahaa meelaha ka soo nacleyna u dhahay maxal yiraahda ahayd ee aqdar caawinayo war ogaadeen koobtigu yahay uu dilaa koobtigu yahay uu dilaa ma haa caawitaan keen soo kan ninki ba caawa sirti waad dhigaysan baan u malaynayaa codadkan daaray filinka markuu dhamaado dhigayso walaal waad dhigaysay waad xamdi waad dhigaysay laakiin dadka kana nacleenay u sheegay ma garatay haa dawayn ku socdo ee naaysan ma idan nadiifaniga aan dhahayo iska xanuunsan oo gaariga habeen iyo maal iska saarno guri ku hidheysanin ma garatay haa oo sheekadan nic ku tiihay sheekaal dayal ku bilaawday nin aan aad doontay war haddii sheekaal gabar gabar ka doonantay asag ma sheekaal ay wada sheekaan maxaan galay ma gabar tii la dood magnaan in xaasidii oo ay soo gali karaan xaq galay sax waa duqnimada iyo aqliitiida kamid tahay ee heesan garad hada way war sheekaal meeshii wey degtaa ilaah waa badiir ee qudba meeshii dego sheekaal oo idin ma degta ma garatay hada way jifid la deganayd kaliya ka qaylinay social media waxba ha soo galgalin waxa ka inii fadhiya waashi soo wacaynaa telefoonkayga whatsappkayga rasmiga ah weeyaan nin garag waa ninkii nin hor imaada banaan hor istaagnay qeyrkiisa inuu qabto darbaaxa ay ka nadiif leeyahay war ninka aduun iska celin karin oo iska aamusoo ma garatay ninka nin rag ma baahno garatay idinka ogaadeen ninka ma baahno garatay ufahantay naade way walaal sheegay la fiirinay yahay istaqbilow gruuba hadda inay samaystaan ee lacag iska aruurinayaan mujeedaa war laba qof oo shaqaal ka tirsan saddex milyan raadinayaan mujeedaa halun ka tirsan shaqaal dhiibi kara ma garatay arkay inta lacagta la warwareewar shaqaal adeer dagaal ma gasho dagaal hadday gashane cid kama soo reebays ma fahda waxataa qabiilo lagu darsado jirin qabiilo weligee maqlin wallahi qabiilo jarmalka ku bartay qabiilo ma garatay inaan weligee maqlin waxaa laga sheekeynaa ma garatay ma fahmtay ayadii ka fac weeyihiin iyo isdaaliin wax 8 milyan iraadi iyo 20 milyan wax la ma jiro wax 4 xabo dhulkan waa la wada degaa daaqan hadduu deeq waa mujeedaa dadku walaal wana waxa ka yaabsanay dhulku wuxuu ahaa shanta Soomaaliyeed markii la ahaa Soomaaliya Itoobiya ahayd iyagu maxaan raa hadda intii gumeystii kan waa kuma waa dhulka Ilaahay kan dhulkan yaale ogaadeen iyo alaaday ku baxay baa la yiri marka muhiimadu waxay tahay ee waa la isma joogaaniyo insha Allah waan ku salaamayo qofkan chance ka siinaya walaal waa naxsantay xamdi halkaas ka sii wad naanacada meelaha kale ku leeyahay qabiilada dhalxaad ka noqo waxaas ma jiro ayagu way midaysiin aamidadnaan oo shawado waa maasanta walaashay fiifa sheekada leenikii ogaadeen jarmal joogana ay soo doonto ma garatay hadii waa sidaas way ma ogaadeen hadii waxnaga qaadi jarmal soo nigan joognaa anaga yaa waxnaga qaadi sanaga halka ugu baxna halka ugu baxayna in ka hadda kama jirto kismaayil sheegeen kismaayil oo hadda sheegeen mujeedaa haddu ay maxal axmed uu sii fadhiyo mujeedaa magacii bashiir aad laga bedelay ma garatay waa dadka ma tusii jiro ay salaamina ku dhahay aqligooda waxay doonayaan kismaayil inay haystaan ilaa dhulkaas iyo magaraasa dhuusa mareeb iyo aad ka haystaan mugdisho haystaan kismaayil qaabki ku qasbadeen waxa waa ciidanka amniga imaadeen ee maxakiinti nin la yiraahdo maxay yahay turki oo maxal yahay xisb salaam iska ayaa qabsaday diin ahaan ku galen kadib ninkana isku midkana isku balaariyay ma garatay oo gabacdii ciidina xusuulkii soo wata ma garatay tahay la wuxuu ahaan jiray markii hore al-shabaab isagu ahaa al-shabaab uu ahaa turku qabtay al-shabaab uu ahaa ciidan lagu qabtay waxaa laga soo dirniyo booliis uu ahaa balse laakiin dhulku waxa uu ahaa ninki iskale ma garatay ninki dhoofku maal geeri dibeysa ma garatay aada way ninki dhoofku yimaada
ها قبيل حن مجرى لكن تدخل بالآن كي لها أبو ريبا حن أو نوان أكسن ينن حن بلا إنك مروا البين نكود تانو أي نسيدي أي نقول هذهين بيلها وعليها الصومالية أي نقود الجركوية وحسو أنشو دي بكريو دي مروا البين وشاقي لعين ما أنت حتى رولي سيشيكين رولي سمو أو يكاقتن والو أوبي أكلي والو أغاني هذه الحالة السنية دلو تعطرن تما تعطو والو أغاني حقيقيا مركن رولي تكاردين حمداي كلي صومالية بين هاي مركة هيبالة تعطرن طب خلاص بس ما يدو ترى هذا إيه نقول آخر ده لما روبين لا تدويه كي كتر إيه نسمع إنه كمان بقول بدل إيه نقول إنك كرب سانة رمانتي ما حمل ولا إكسه يا دعانا كمرك هرات سوق مرك هرات سوق لسه حنقول باش بحكي إنه قنكر مجلس جديد ويا نفنتي وحوي أنا هو كلك حلو ما يا شيخ ولاد ولاد باتود المديد بات هي ساس قوت ديا وما حصلت هاي دكتور حشفة يا سوق كمان دقيسو أنا مر والبدعت حاط بانكا هاي بيش أوجاد الشرف في جنبدين بيش الشيخ خالد الشرف في جنبدين بيلا صومالي ذكرنا يعني الشرف في جنبدين روانة and كل إت بادية ترسايو أنا أوجاد بادية ترسايو هم تي أوجاد هم توان تاجيرا حوينا وان تاجيرا الشيخ خالد وان تاجيري لكن كم تاجيري كطول ما متاجيري وان إذا نحط أشجرين القوانا باكر بدنا ينقض قبرنا كي خطب مركا شيخاليو بعد ما تبع دي اللي بره بالشدة وتكشر تواضع ركتا شيخات الناس دي يسعون السي شيخاليو يوم حالها هاي يو قادين كيف أخذ درم لها كل شيء قدرنا أن مرتين اللي بدي اللي ما إنا نقول شو بينا تعبنا مل إنا نتجين جرجر إنا نسوي جنيا كل سخط صدي كل اللي بدي نروح بشيء كنار معانتي لكن إني يعني قدرت من جوتا إنا نشوفين إنا نشوفي أبي نقول باقينا بيل كست حتى قدرين نقول وين نقابنا حتى شيء خارق قدرنا وين نقابنا إن كستين الله بقى يربع أنا هاي نشوف أيهين لبى نشوف أيهين إن خير الله قد كنار معانتي أتكلم ما تجلس وحد سمي ساعة مركن ليف ككبو حدي بالدواء نمكي معارة هاي والأجدين يا واحد كهاد ليين يا واحد صادو بين يا واحد براه بجد لسه يستعجل أنا شكل داري مركز عندها جم عنه كون قريان أديك يدي ماشي دنا وين السلام يا نبدي تاني ونقع شط الدواء من سلانتي سو أجدين تك قبر مينه هلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو الدواء ولا لا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو بدر هير كاته رمضان مبارك حمداي تينو هو بس هو منتين بدي رير نود أمريكا حيل قرنات محوم ما تفكر تانا مسكتش وقتانو مية والدعينا وحنا والا جفاي دا خيطة يا حمد هذا سودو ولا سودو لابا رير كيف كسو جدا عنيق مضاحة دي صومالي بها مقرتي هاي مضاحة صومالي دي واكوي ومية قرتان أنا قونا مضاحة صومالي وحبر قدر واي حبر قدر باتي اوكي بالقرتان محال لذي لابا رير ماشي شكو هايطان أني جوحان ليا هاي هتروح أسوي جيلنا يا تيار كسيدا هو دخل جاب ضغط إله جوجي ما قرتي هاي هدي له جوجي وصباحن صح هذا قلنا اللي جاء أود بدين هاي معهن قلنا اللي جاء إتال رويا إتال رويا باتو هيل لنا ما قرتي هاي بكاسو ناس ده حنوع عدات إن أود سكوت جرا ما قرتي هاي مركا قلنا الأول ده بدل قاعد سريتو حلينا هاي تجدد كإعلان عيان إحنا عيان فرق عنا عيان خصنا عيان دعايا بابا عيان راح تسمع عيان هجوج عيان بعد ما حصلت إن شاء الله هاي قفوا كل جان سنة أيوة راسو هاي أدوم هاتين ويلكاس وارد أمريكا ويش دور عيان وادت صومن مفهمتين مركا رد أمريكا تحقق وسيرة دور عيان سواي وصومالي محل ده هاي يوينن يسوب أفريقيا يوروب aya gaashu kashadant niga joojiye dadka kale aya lambar kan baa igu soo wareeray walaaliga qabo soo dhawow inshaallah hello alexa asalaamu alaykum soo dhawow la amdi waan ku maqla soo dhawow ando gaashu ando ay wa ahmed umar yalla muqdisho jooga okay labada reer keeba tabe wax ka dhawaaj labad waxa way waasleen ma fahantay tii labad waxa ma yelan karaan daarood iyo dahuu yelan karaan may mana orto waa anigu wani shaqaal ma fahantay haye qaybtii weeyeen adan hadda macna ogaadiga ha marka waxa way daan balu ka hayan balu ka hay balii ma kale gibad ka haysana dooyada ba ku soco marka laakiin sida xaqiiqda ma arki الله يرتقي على دد حشاظ ما مفهمتي هاي
dad marka waxa waay ilaa min saman dibaad ii maxa waay ii maxalaha ii taad iyo aan dib leh ka shaqeeyo hadda soomaali ma booga ba ina sheekhaal dibka lagu hayo oo ila ma xilliga aad sheegaysay aad dhulka isku haysataan oo dhibkaas ina dhaxmara dad waxaa tidhi masaakiin oo iska wadaado oo ma soo sheegtaan haa annagu waxa waa dad dhib badan ma nihin dadka ma durmino waxa waa si nabadan ku wadanaan lahay laakiin dadkan waxa waa dad micnaha ka shaqeeyay micnaha waxa waaye gacan xabad maana inaad diin kale ma yaqaanaan fahanti haya marka annagu waxa waaye dad micnaha isdhalna waaye imaabti ilmiyad ilmaayey laakiin ayaga intaas ma xiirinayaan waxay yaqaanaan kelmadda yaqaanaan keliya waxa waaye in xabad afka laga geliyo weliba ogaadeen kale ma yaa ragan ree cabdilaleh ma fahanti haya ragan ree cabdilaleh waayo kuwa micnaha kismaayo laga joogi laayahay kuwa laga joogi laayahay maxaa lahay kelalka laga joogi laayahay ogaadeenka kale dhum ay qaboobiin laakiin nimanka horarka ah ee xabadda in afka laga geliyo maahan aan af soomaali kaleba aqoon nimankaas waa aad baad u mahadsantahay tankiyu baa kule dhee walaalkay waa soo gebagebayn doonaa waa caajisnay waa loloonay maasha allah lambar baana aad ii wacaya inaan jaanis siiyo gebagebadi waxaan leeyahay mataqaanaa gebagebadi waxaan leeyahay horta waxa waaye dhemanaa hadda anigama barno meel soddon sano iyo afartan sano ka waraan isnaqaano maxa waaye cabdilow in badan horta waxaa aadba kuu salaamaya codkaa soo celisiin dagaalkii minaa iyo dhibaatada da soo laba celisiin waxaa ka heshan waxba aan naga siinina sidaas waaye lambar baa kusoo celcelinaya whatsapp waxa weeye waa kiniyaaniisaafolo sidaas waaye waa ku salaamaya ay lambarka ku xiga waxaa nasiibkiisa wuxuu noqday san filayo kiniya soo dhawow hello wadhaway haye labada reer reerkee waa tahay reer kiniya soo dhawaada warda reerka ilaahay baa badiye meel kasta may tuman yihiin haye soo dhawow laandheero banaanka degay caaway cadaynasaaba caawa xabada cadaynaysa laba shaksi unbaa midna reer kale ahaa midna reer kale ahaa inta kalean qabanayaba waa reerka laandheero banaanka degay ku soco alxamdulilahi rabbilcaalamiin guul baa noo soo yeed horta ogaadeen waa ka guulaysana weligaanana waa ka guulaysan jirna haye anaga ogaadeen waa asmiqana haye kiniyaad joogtaa sax kiniyaan jooga nairobi ninaad taqaanta yaa tahay lama dhaay soomaali kuma maada haye marka intaan hawiye la gaarna anagoo jilib yar ah yaa ogaadeen ku filan haye hadda riixdina caajibisa sheekada maraysaa waxay saa uga qeelinayaan haday reer somatar ku darsaaa bes weye ogaadeen lama arkay kilirka dhambe kasoo guuraya haya waa kuwa madaxweynahooda u qaylo dhaan tago yiri ciidankana siiyo maka ciidankiina yuu booliiska ina lagu soo fasaxay walba intaas iyo intaas iyo intaasaa meela la kala geeyey oo rasaas iyo adduun iyo cunto loo qaybinaya dee wallaahi billahi waa cajaayiba balaaruba dadkaas waxa gaadhaan wax kala garan mayne hadii marka meel hal jilib ogaadinaysa oo qeylinayaan hadii sheekhaal dhan noqod ka war sax ku soco marka ogaadin anaga ku filan daaradna anaga ku filan aad baan kuu salaamaya oo mahadsan tahay reer kiniya igu salaam salaam sara quruxay waa kaa qaadahay aad baad u mahadsan tahay walaalkay haye waa yahay qofka ku xiga qofkaas aad isoo wacay isagana qofka aan siin doonaa jaaniskiisa waa ku salaamayna adigana walaalkay waa hal qofaan rabaa inaan waco waa ka baxaya xaqadka aad buu lambarkaas ii wacay laba boqol baa u dambaysa kolle waa sooman yihiin cidii hayna ilahay baa nagoo ka soo bixi doona hallo aad buu qofkan isoo wacay asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma soo dhawey waa dhawey waa dhawey alxamdulilah shaa dhegeysanay waxa waaye tmi markaa bilowda kula socday labada reer reer keeta ani sheekhaal ahay rashid ilahay yaa badiyey ku soco waxaa raba inaa aragtideeda ka dhiibto waxa waaye barnaamijka aad daajinaysa oo qiimaha badna ma garatay haye runtii waxaa rabaa nimanka ogaadeen waxa wey waxay wadaan waxa wey soomaalina waa ujeeda adiguna mukhraata kartaa cadayna inaada dhegaha ku dhigeysa waa ban u dhigay baa sax marka waxaan leahay miya guundaro intaa ka badan ha qaadanina ceebna kale yeysan igu dhicin joojiya dagaalka oo qaarkaa marka dowladda hadda inii sheegayso inaad iska joogtaan meelihiina yarata in laynaga qabsadaa ka baqaya ma garatay aada wey marka adigana ku salaamaya doonadan sheekh madhibe hawiye waxa wey hawiyena wadau noqonaya ma jirto ciyaal xamaanaana qabyaalo ma naqan waxaas waa in laga ta waa ciyaal xamaanaana iyo waxaa noogu sarayo wey marba waxbay noo keenaya waa sheekooyinkooda wey ha war waxa waa laiskala tegey waxa goormaa laga tegey ciyaal xamaraanaho hebel ma aqano xamarna waan kula deganaanaya waan kula joogaya dhulka kale dadkaagu waan ka qaxinaynaa marka aad baa u mahadsantahay walaal adiguna tankiyu
خير الله قصيه ان شاء الله دواكو كاس هي ولا شحال ديالك قصره ملايين هي ولا قفكو دنبي وكا ختلي وا مهادسنتين دمانت المركز تاع جوفتان ورا لها الصوماليات كيلي اكل عاديه انا سوقلي هذا هو كيلي اكل عاديه وقبل دون ان شاء الله. هلو هلو عطك شقال عطك قالي ما لا ديك داوري ست. هلو 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 مدحنا اقسم ويا برمريني مدحنا اقسم انا روق عليك محوسه وحتي وامن وخلدين يسوق يا كلو. هلو 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 السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. واه تمشى بكره غير الله وحط كل لي شقان وانا صومناه اه تراغلا صومنا دوكا اوردي الله يفك جرا لو لا رير رير كيفاته تراغلا صومنا وطمر على عيل عيل وسربيه خطره ما قرا هاي ماشي خاشة مس 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 محالة ده هيرك كلام هيرك كلام أنت هذا لو بنارني شيء خالة لاندرا ما قرر هينا هذا هيرك إنه لاندرا يهوي الصومالي بكل لاندرا زي وعد تليفون كي يقصوا عطوه يو يجو والله بالله رجل لو بقي ويا هاي مركا ولا شيء أنت الحمد لله ما قاعد يحمل ليه لا أنا قاعد كم هذا بوقت وحاوصه قلي أبقى بحالي ورالك حدي وخلتيان أوهيني حدي لقى خلتيان أوهيني بس ورالك أبقى خلتيان وحويل لي كتاع هنا قبتي وأوهين ليسا حدي لقى خلتيان أنا وأوهين ليسا كرب عطينا ثاني ورالك لقى خلتيان ويقول في استقر ما هذا هو ما أنت تكلم شرائط جوجو يعني إذا محل قبيلة أنا دلوقتي لكن مجازين أيها أسكوك قوي ما قاعد أو إنه فريق الله بحاج بحاج فريق الله بحاج بمشي فريق الله بحاج حتى هاي سمدرة هاي وعندي اللي اسكت قبل لا تبكي كسر الجيس ده ما قبلي شيء خلا يها هذا أنا خلاك هذا أنا كعامل بوسي لا سمعت محمد كعامل بوسي اللي هدى الجودة ما قلت هاي مرجع مستوى يا نو كمان ما أنت شيء خلا تانا حتى هنا كعامل من بوسي يمكن سيد علينا هوية ده قرب بوسي لك هوية ده ما قبلي لا تكمل ده فعلا تجاجمك عشان خالد حتى ما هبلي والله في كميت آه مركا إن شاء الله خير بيننا قلنا هذا وما هتصنت هاي كسر مركا وعقبي لها مركا تدريش في عنا ودا وعقب في عن تاي ماشى على كود قرب أبوس هنا يا هنا فوسا قرو أنا هنا قرب أبوس جاي مو فلان آه إللي هو أنا كل قرب يشتاق مقرب ما يعنى واحد يقبل أنا أنتي هؤلاء السعوديين أنا مسوق على اللي ففكا كان هذا لو هذا شيء خاش ضد مقرن علومات هاي أو أي نسوف لسنين برا برشيد أننا قاعد يروح شغنا وحوى يواكو قاعدة وابهات سنتا هذه أنا مفيسة دوينا يعني كل شيء لازم تجين لكن واحد يقول فلنا هنا أتقو ماش أو أحكي يا يقول فلنا دي لاين آه إسكت تشرد سيد الرجل تشرد مدة وتعودت كنتي ورسي والله مدة وما كنا مدة كليب كمركة كليب ككل إذا تراك بسارة أنت كليب كأنت مركة إما كلف ككبحه دار أنت أوه الرئيس اللي جيسو وحان دار يصدق كليب أو مشان دقيقة صعنايا أو محارب هلا قرشة كيل يد سيد الدت كاس وقاعدين كيو جلنا الدت كاس أم بسيد يو جليان يا إما ك علشان عيدا كان يو بوليس كعنا ما قرنا سي دبرشيبين كصمينا يان قلدا أو شيء خال حتى إذا هنروح نكر رينا سرت يا رمبان إني صار هلا إني صار دقى ده شيء خال لو بقينا علشان ده كي على يوتيوب كله جيسارة فيسبوك كنت لحنا معانا استلحنا كن كتك يوتيوب كابلنتي إن تاين ما يو كيا فيسبوك حتى نبدي يوتيوب كي جمع شو يلا وأنا صادق الدنا إلى 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 عفرتي وقاعدين واسكرب كي ويجي لنا قن ساعة وموت شيء قلب الرويدي أنا أبغى أفركرنا واحد كان أفرنا صقل ده لا توصلنا هاي ده أنا كحيل كان أنا كان حيل كان بنافرنا هذا اللي بيتمنك هبين من نوت هاي هذا وحير كبعد واسكس خورنا هنا ما كإلى هاي بعد بقى رضاد نجاك على دقيقة قف واحد سمي ستان إني ضارنا أمريكا مرك هبين إنه قطش ده دقبله وقرد ده صقله أو أنا أو بس كان مامتي أنا حلو جلنا دي لو بيرلا بقولوا أدوكا نقوم بدي بس كاسو راعي لامو بس كا بقولوا رجع بيجي
مويا مريكي مالا شوكتال ادى نظيفة ادى قديشة يرسي ان شاء الله انا انا وحيك انا ابو فينا يا حبرتي صوب احدا يا ضيقي اي وحي رقع دينك ابو فيا انا مايها وصوب قلو وحي انا اين سواق بني ابرتنك ابو فيا وحي ناقا انا وتاقد أربان كو سلام إن شاء الله. أنت كل يوم تشانس تسيرنا. أيه وراك. هلا هلا وسودو. أنت كل يوم. أنا دورني يوم شفت تطلع يا بدي. يا سودو. أودو والله شيء الحمد لله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو هذا رير كي. يا كلام يعني الشيخ خالد والله ديرا ولو بقى هاي. ورني والشيخ خالد بنير إيشو. ورني ما كان الشيخ خالد ده هو. وأنا عاود جي أبسطين. تلفون كريج لا حد لا بس عضب كبد انت اللي في كوتشر واحد قبنا يا واشي خالد إلهي ما إني بديي ما شاء الله تبارك الله صور دوادة ما شاء الله سبسكرايب وقع النص سبسكرايب على ليش قرية دتك أفرتي وقاعدين كعاوة بقدر تاني يوتيوب كيجا إما يقال أنا قنا يعني محي يلا لسه سعره حمد الله قاعد بقى قرشة ما تحسب سعره على شيء داكو يالي كرست الله عندي رأي وحام كل شيء يا أنت داوني سو شغالة ببرنامج داوني سو حام شيء يا أني كلي هذا وحن كنت جونا طبعا شغالة لو بقي قد بقى مركا أنت ما سكرها قوس علينا تاس هكذا بقي نفرح أبوك على الله بس تاس هكذا بقي هذا ما يحلق بيجوا هنشوي يحلق سانكار كاي أنت يجوا هنشوي شان يتمان كمان دقيق كوكينا شان يتمان كمان هايستك مركا أنا شان يتمان أنا قال أنا قدام كوكينا بروت لما شيء وران أركان داري يا أركي مركا عبد قوس وحاسدوه قوس علينا هكابسن حتى جورلاند را أو محمد جارتا وهوية ما قرت بس كان سكنا هاي مدبان جورمو هوية نقطة مدبان هو هوية ما قرت صح قزع شغال ما تسكنا هاي شغال جورمو هوية نقطة هذا روح أسوار لقيت هوية دور صار مصنع يا نيم بدت كيس كم تك ما قرت هذا هو أنا كل الله إذا كنا شغال بالله قالت وعندين وحنا كحنا قبوا أنت اسمه شغال بالله قالت وعندين لف كم يجرى وقد بالله قالت تاني لو بيجي يقول لي نمتين هذا هو أنا حمر ما بدافين بعدين دور هاي حمر ما بدافين بعدين يقول لي نمتين بمقرد هاي مركب حاول شيء يعني ما كبر عليه بعد رضا يمشي جو إيه بوس كود إلشتان إذا كنا عادوا بس كقبطان إذا كان سكر قليلنا يدنا ديف يوحن ما متك هم كابور تحملس كا مراك يجوا حماين سكا الله يعني حاول شيء يعني إذا كا أفكلسوا قلنا شيء قلبه فاتو وحسيج جن ورشي قلنا تجرينه لكن ده حمر عايز كله وصل دكتور ما قرر هاي لكن إذا كان سرنا عليها وركوا إذا كان وحنلا يا إذا كشاف كا أو سومالي أو كلون دي سنا شغال ما عدد دولا ما يا شغال واللوجي هاي شغال واللوجي هاي شغ وحوي الصومالي ودن سكوجي وعلومه دودي ماذا حاسين لو سارينهين وحن أركي رج الساق هو ينهي لنا يي الله في قصاق قلي ترى بصدق حنين بن أركي يي أو هي لنا يي باشا مقرنا ساي شغال لو بقي شود شغال لو بقي هل ريرو كلي على الهواء الحمر دقن يرى على المقلة شغال رير فيرو فوق عمر بهت شغال لو بقي وهل ريرو ها ساس المقلة ها ما أنت أنت المقلة أنا شغال لو بقي ولي هو ده مود شري يقعد يبل مود شري رير لو بقي رير قد بديهم ها مركا شغال ودان إسكو دو علماء الصوماليات رير قاس أوهي لنا يي ده وعاد بنا قفر حي وحني ما أنت دمون كي باشا إساق سو كذي وعبا فريد دبانيري لو ويل بن أركي بيتها برجع له يمدي هبر يونسة ده ودول مديد دول مديد ويا وين أركان إن خلاص مقرن صارين دول كوكو دشلا كك عني لو هو هيستو مركانية ومحط سنت هاي عاد بنكو سلام يا أنا قلنا دول مديد بان هاي سيدو كله الحمد لله قال ده كان كومنت يجلس كسر قرايا أو سكحر يسرع دكوا أفلقدينا وعلوش يعني بابا واروح أنا فرد ويني وانكسر قاعدة نيو أفلقدينا وحمي لماها ويني جاي علي شم بقول أصلاً ميجان يبون هاي هي ما ندك تيجي وحاسوا يبرتها ما نوتشيها وار سبسكرايب كايدرن شارتي سبسكرايب كايدرن نحن عكسيسي انت الله في قوس عرنا كودرن انت الله في قوس عرنا ها بس انك يصل لي وار ما ده حي سارين يعني دم حين هذا ما ده حي سارين وما تنتهي كريم سبسكرايب كنا قوس عرنا وحول حلق كل حلقة كسيون قبيل الله سبحانه وركو ده يل برنامج كروه ودمجرد واسيد عسى عاد بريني سلام يا محسن تقف كوكي كتشان سازين السلام عليكم هيا ولا قف كوكي هلو كينيا هلو كينيا باي مغشا غير كينيا ووو بابا الله بدي هبيني ومسكة سعيدة عمي نقص عورانيا غير كينيا مي نقص عورانيا قف كلا بعد انا قم ما الهي باشي خال بدي الى صعدة هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو لو هذا خير ريركي. وندوه يا الحمد وندوه هي أدب وندوه هي أدب أنا كلام علني يا أنا ومن
إلهي باب دي ما شاء الله صور ده هو بنقوله يا عو بيرتا نيكي لها ما فرشة على دي تري بيش كي يشيل خال بس كلا يقوم بعنا صو عطايا ما شاء الله كوزع أباي وانفع أنا هاي آدي أدب أنا كامل علني يا صبر وما مش يعني أقدر ده هنا يسوع كينيا نجوا وكينيا كارس وحير هي مركا ندت كان هرتا ندت كان ريف وعمرة كله وحوي واتقانا ودد الحوي في الدينها نمنك كلاتة كل خاطئة النهاية وحوي دس يابهم بدك الصومالي سود حجيران يا ديوان كل حالة ضرية أنا والله سعتها ما قرأت هذا وين هيك كل هي عمر لي هذا هذا ماشي يعنيها أبو بدنيا يعنيها والدقية هاي كل الكشانات ماشي هذا دكوي في الصعبة كل الكشانات ضان ماي وماشي الراسل لي هذا ماشي الراسل لي هذا واجي لسود دقي أنا أيوة هذا وحيك وأن دعون هي أنا أوليه فاسة أنا قال لها جري أو حل إذا هذا حل به جري أرجسية فاسة ولي هذا له راسون بالبه جري رف عمر بدك جري وضد كقريب خم إذا بدك جري ولي له أرجسية رمش إليه هنا أيوة حيد عن فاسة وأرجسية عمر قال له بدك راسلو بحجي أرجسية رأيه وصدي هذا أو حاول قبلا أو مشي أيوة وايد هو رد جناي لكن لما تيجي من الأخير على الدقي magacan bay laakiin walataa haddii jirtaay raasa waxa uga bay isku jiraan ee raasana waxa way yaalay horta beeshan baday jirtay oo magacan raasan baa haye ee dadkani waa dad waxa weeyo aad dulmiga aad u jecel ilaahayna wuxuu leeyahay ibadi adoomo iyo inni xaramtu dulma ala nafsi wajacaltu bainakum muharrama fala tadhalamu kama qala ali sallam haddii qulsu ilaahay saaku leeyahay adoomo iyo dulm نفتيدا ما كحرمي وانا ما اسك حرمي يالي احذين ان حرام مكي يالي هزبولمينا مركا نمان كان ايو وحاوي هادا نمان كان ريا هادا خير وحاوي ايو كان هادو وكبعوضو ايو كبل الغضي اللي وحاوي يادو وكبل ايو وريا هادا خير ايو سوت الله بي ريا عبد الله كرم بسوت الله بي وحاوي الواد وانسيف وين بسوت الله دين نمكي غير ما دو وكيلي ومني يهرنك ريا الخير مسكت دي سام فاليدو ومك وحيلي ودي وسام يالازم حبطة دان كوكس يرغدو على خيره ومبدينه ويكون بعيسان يلاقو هاي مرتها يجي يعنى هاي قاس أساس وتلاقي مرت أنا وأنفاس وريت شو دقي ذاتك ينفاس مرها وريو بقول الله راس هذا أي ورمان دجان بالدقي جرادو نفسي أبوك ضاي بالدقي نقود ضاي ضاي بالدقي وكل سو جوري راس على سو دقي راس ما كل سو دقي دوف عوامنا هاي إنت على حاجة شش مرت أنا وأنفاسين تحتونين هذي وحوق هذا كأنه راح يرب براي أو راح يخسر إنسان كل من طلس كعوامه هايان أو ما لنا صلاة غم أو واحد دليل عند الحبان أو بخسرين قاسم كل سود دليل مصبار كما أتمر كي لا وضع عي جيت ك هاي المصبار كاس جيت لا وضع عي وحوي ما له حاجة لا وضع عي رتدي لا جرب ودي وحوي كل سومال جرب وجرم بامبي نمر كي جدي لا جاي على أنت وبرست أفكي سكب يا ما له حاجة وضع يا بيتهن وحكروا يلين دوكن صاب حي هذا أنا قصوى بحاجة دهان وحي عارف أو كان شيء سير وحرك هذا أنا قصوى بحاجة دهان هذا وين قصوى هل خلك أيضا مرة يسوق شن بيدرين شن تنين بوحالي والله يا لو أنا ضد مسلمين أنا هاي ضد وحاوي يهودين أنا هاي على مرة نشان تنين بحاتا وحاوي دي جمع أساس السنة وحاوي أنا ضد مكيلو مك خير مك اسمش وحد جنبه على نقل ده هذا خير كنا أذو كل وسط ورين والديدين أضو وحاول ماشي وقبتي كد اللوضي يبكي مرق كد اللوضي هات يساعة هادي وحاول قرآن كان مرقدي سوطة طابتين حاول مولي ويكوي شاي وقال ذاك يساعة والو يستاقي وعي لهي ومقدري بناها مركي أيضو أيس أي بلابتي وحاول ذاك يساعة هالا شوبي هادار هادا خير باصوب داري هادا خير هادانا سيد الله قالي وحاول هادا خير يتمع سيشي شوبي يقوبي أضو والصوب داري markii ku weynaadii la shubay muddo badan ay qaadatay waxa weeyo aanan isbuuc halaagsanay waatii yaraha gooyadoodi xataa waga kaliye kana ayuu baahaystay waxa weeyo dayda ugu kale weynaadii ay qaran tahay waxaana wixii ogaadeen ahaa ee waxa weeyo adduunka joogay meel uu joogaba waxa weeyo wasaa arusadeen halkaas iyo hadda waxa weeyo dhinacaas buundada leedahay afrika xageeda wakiilaha ay weerarka ay soo qaadeen waan sidoo kale nimanka dhaaf ma leeyo intaas oo kun aha oo waxa weeydan ki gaari gaariyadii dawladda wato oo hubki dawladda wato
dagaalkiiba saddex maalmood maba socon saddex maalmood markuu socday haddee arrintuna waxayba iska ahayd oo ninkii dhoofku yuubee geeri u dhabaysaa waxa weeyo waa kii godaygii markii waxa weeyo marahay sacdadad maxaa ahayd gacmaha ku sacabay ee saara dabadada la yidhi waa kii ay yacnaha aduha saddex maalmood buu socday meel alla meele ka dhacaanba la waayey sidii unba adu baasha iyada ku qabowday waaga iyada ah hadda waxaan arkay ku ayaan la yidhaahdo oo hadda ilaah maxaa kiis ogiyo meelaha mugiya ku jiro ayaga ah oo leh sheekhaal faase hadda ku wadaa dagaalkan hadda insha allah oona soo laabanaya waxoogaa wan yar araranaya sheekhaal waxay laysay gabdho ay tabay iyadu atabtay oo ogaaday inay raas ku laysay wiilal ay aftiin u yihiin bay ku laysay sabaa laba naqaayay sheerkan waagaas hore een isdaynahay ee labaatan iyo waxaa weye labada kun iyo labaatan iyo kowdu bilowday labaatan iyo labada ilaa toddoba sana sideed sana meelaas hodaa ku socday waxaa macday geel badan oo afar boqol oo halaad iyo shan boqol midoo garmay oo laga soo dhacay sidiisiiba loogu celiyay neef lagama taabanin dumarka iyo dadka bidcaanta markii la qabto waxaa weye hubki iyo waxaa rasaas intii laga furto unbaa uun wuulu la aras bixiya la digahayay ninka dhaawacahe ee waxaa weye dhaawacamo intii wa la dhaqaaleeyo oo la banto unba marka dambe la sahayo la dirahayay inbeer oo la taabtay isaga waxaa iska dhaaf ayaguna gabadhii abti u ahayd abto alaabto alaabto ayadoole geed kula wareegeysanaysa yeeshan kurteen horta xagga yacnaha dirirka iyo gurbanimo dirirka horta saasaa weligeed lasoo kalaana ma garatay marka adu sidii nabad markii qasaba iskaga nabdeen anugaa ducel waligaadaa maana welin dadku waa dad walaalo ah hadda culimaa nahay faasa midda kaleeto waxay dhahaan oo aada isu celiyaan dadkan sheekhaal waa la karaameyn jiray oo dadka ogaadinka u karaameyn jiray gabdhuhu guurin jiray oo geel bal jiro kan labaa dadka iskaga qasan oo inkastoo dee raadis ahayn inuu sidoodaba ruuxa uu karaamaysan yahay iyo waa la karaameeyaa horta laba shay oo yacnaha in la kala duwo fiican weeyahan ee dadkan sheekhaal dad uu ilaahay karaameeyey oo ruuxa duu weladiina util cilma darajaati buu ilaahay ilaahay oo dadka yarfuco dadkan muminiinta dhan ilahay kor buu yaqaa kuwan yacnaha cilmigay siiyeyna ilaahay darajooyinkooda kor buu ka yeelay ruuxa haduu sidiisa ilaahay horta cilmi siiyo uu karaamaysan yahay isagaa karaamaysan laakiin dadkan ogaadinka la yidhaahdo karaamo adduunkeed ruuxa sheekhaala muusan ka helin weligooda maysan yacnaha karaamaynin adduunkood intay nool yihiinna weliba xataa aad karaamaysiin malaha taana waxaa weeye intaasan kaasu gudbay oo wala karaamayn jira wala karaamayn jiray bay dhahaanay waa waxba kama jiraan weeyo marka adu calaa xaasil reerkii markii sidii uu ku tegay dadkii sidii baa lagu kala tegay sidii unbay ku qabowday waddankiiba sidii lagu deganaa iminkii ahaataanu imaanno hadda marka reerkan reer hadda raase dego qoys yaroo kamid ahaa oo reer xaji maxmuud la yidhaahdo yo aad waxa weye u dhibeen oo geel la qaaday iyo bud iyo ayaga aad malaysiya ayagoo malaysiyada shacab waa anagu reerka reer markay ogaadeen waa hore yaa shacab yacnaha nin shacaboo sa usoo fiiriya waa hore ugu dambeysay waayahan dambe qaab dowladaysan bay arrinta ku wadeen oo waxa weeyo hadda kahor intaan ku dhexgale nairobiga ku shireen markay nairobi ku shireen waxay dhaheen hadda wax awarxi siyaasi ah oo dhan ayaga waxa weeye isku yimid waxay dhaheen warnimo yahu dadka waagi hore waa iska wadwadanay oo dadka nin kaste laakiin qabilkii la dhihi jiray reer cumar dadkii way kiciyeen waagiisay nooga adkaadeen meel noo saareen dadkii kaleeto dhanba hadda waa naga wada adkaanhayaa waan isku keen taagahayaa aaxaan samayna qabiilka isagaan qabano alleen haddii la qabto waxaa weeyo dadkii kaleetana way dibsanhayaan waa weysha goor haddii waa ku qaate arrinka isaga ahaa marka waxay iska go-aamiyeen dagaalku ma qaadi karaa li nimankaa hore waa naga quusanay meeshayna mariyeen waan ogeyn siyaasad iyo waxa weye nidaam dowladaysan uu nimankan ku qabana la yidhi au kii isagaabay ku heshigeen kiibay marka bilaabeen hadday bilaabeen adu haddii dhibka dhibkii waxay wadaan oo weliba dowladda oo maleysiyaanka oo new boliska dowladda waday oo ragga ulaynhayay oo geela waxaynhayay oo ceelasha dadka ka aasayay oo ka fadhiisanayay adu dadkii waraabadaale diribtiiba loo tagaa baa layidhi ee dadkii meeshii deganaa markii la dhibahayoo reer qudubka kamid ah mobeelka sii damaya soo gabagabeeoo weereen mobeelka sii damay ha mobeelka iga damaya soo gabagabee barnaamijka a
qoyskii yaraabay markay islaayeen qoyskii yaraa hadday islaayeen de saddex maalmood oo dagaalka socday waxa weeye raggii meesha dhintay maleysiya iyo new bolishin bay ahaayeen waxaa la wixii meesha yimid adu waxa weeye cagta la mariyey ma kulle cabaartooda dadka guryaha waa laga wada maqlayo meel kasoo cabaadayeen hubkii ugateenna waa laga gurtay oo annagu mar kastaba waxa weye tani waaga hore hubka ay soo qaataan sidiisada annagu meeloo keenaan annagu maa ka burro oo ka qaadno weligeed bay saan bay soo ahayd marka waxay islaayeen hadda dowladda iyo booliska iyo maleysiyaanka waxaana waxtari u isaga ahana waxa weeye cagta la mariyey hadda waxa weeye hadda waqtigan ay marka nabad iyo waanwaan hadda ay wadaan annaguna de weligaan la goosha ama nabadda waa iska fidsan tahay oo maba coraad ma wadno horta reerkan waa saasoo marka bay sidiisaba daris waa dhurwaagay dhowr meelood ka shubaan baalkan waraabaha la yidhaahda ama dhurwaaga yacnaha hal xaqooda soo gaadi baatay un gurweynka kale keen shabaha awaaqay wajiri oo ka shabahaan oo ayagoo maxaba meesha ku hinin bay iska dhawaaqayaan hadda waxaa la sheegay guddi uun yacnaha inay sameeyeen ooleyso uun yacnaha dagaalka iyo waxa weeye intaas adoo arkaysama mbiriya ayagoo maalin uhorisa dagaalku bilowday laba boqol baa la dilay ree cabdillah ayaga dhexdooda dow ayaga balfiiri caabta garan hayaan waxay isleeyihiin marka isaga ah ree cabdillah ku kiciya marka qoyskan waa sidaas dadka ref cumar waa dad laba bilaasii damaya balse waxa weeye hadda ka hor laba reer ayaga dhexdooda intay isku dhaceen dhawaa dhow yaa la kala gaaray iyaga ayay iska jooga reer agtaanada degan oo waxa weye gaarsan kara la isku dhacay waa la kala gaaray dad baa loo diray niman cawjaan iyo dhawgeed baa isku dhacay waxa weye dad nabadana loo diray culumma aha waa la kala bixiyey iyaga iyo annagana marka sidaa ay si ka daarno baanno nabadda yacana usoo dhawayn ayaga la jir la-yahay taana inta haddaan kaga baxo tan kale leeyihiin dadka waxaa jiri dad ahibdiina kututi way tuureen oo waxa weeye waxaad arkaysaa xataa ayago khaatumo xun leh horta diinta kolley raabo xamdiy insha allahu aada horta gabadh aad u wanaagsan oo aada u xubundan baday an barnaamijkaada waa la socdaa inaad meesha raase la yidhahda mar aad timaadaan aada ugu rayn lahaa kolley si fiicanna waa lagu soo dhawgan lahaa taase markuu yimaado ruuxa yimaado diinta taalla marku arko marka ayadaan horta ka sheekeyn lahaa diintii reef cumar maysan tuurin waxa weye haddun bay xoojatay dowla hadda ka hor raase lagu qabtay raase dhexeeda oo shir aha oo culummada oo diinka dowlad deegaanka dhan iskuu timid sheekh ogaadeena oo ayagaha istaagay marka wuxuu yidhi waagi dadka reef cumar ay soo guurayeen gobollada ay kasoo guurayeen ninkii anu waxaan ahaa buri waan la yaabanaa buuri oo dadkan way rog badeen baa islahaa laakiin waxaan fahmay yacnaha maanta hadday xaggii joogi lahayeen ogaadeen yacna dhexdhex jiri lahayeen diintiina hadda sida maydan usidaasu taagan yahay sheekha isaga diintiina sida maydan usidiyeen khiyaaca maydan ahaadeen buuri marka horta wuxuu waa wax noocaas ah waxay ka dhimanhayaan abaayo ay dadka yacnahan ogeysiinhayaa soomaalida kaleetaan waxay ka dhimanhayaan jiritaanka reef cumar ma ah dhulba nalaga qaatay iyo waa kan iyo dadanaga dagaalayo jiritaanka reef cumar bay ka dhimanhayaan nimankan dabeecadoodaana sida ahan haddii anagu waxa wey anagu waa difaac haddaynu difaac ahayn oo sida xaqiiqada ahaa aan nimankaa weerarayna waa hore reer cali wanaag baa tallaabay iyaguma iska tallaabinina ma tallaabinini wax degtan jooga baali horta lama arkeen haddana waxaan leeahay hadday sidaas sii wadaan sida xaqiiqada ah oo reer cabdillah ay sii wadaan arrintan labada kun iyo kowdan joognaa marka ugu fogaato labada kun iyo shanta baali way ka tallaabahayaan taasina intaasaan leahay soomaalida kale waxaan ogeysiinhayaa reer cabdille ama waxaa weeye ogaadeen iyo reef cumar yaa caaishatu nabigu sal alla slam anzili naasi manaazilo kolley manzilada ay kala joogaan iyo martabada ay leeyihin waa la kala yaqaanaa dadka soomaalida ee kaleeta markaa bal inay garsooraan oo xunta sheegaan oo war ogaadeenow waxaa saatiin saa saatiin reef cumar oo sidaa tiiyo aada u fiicnaan lahayd waad igu dheeraatay aad baan kuu salaamaya walaalo aan ku ixtiraamayay aad baan kuu salaamaya waa mahadsan tahay hay bal lambar waxaan qabanaynaa jarmal ah oo kool caadi ah soo dhow halo mobeelka uu sii damaya calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu labada reer reerke mobeelka uu sii damaya gagaadhsi aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin waxaan u sheegayaa reerkan labada reer oo meesha isku leynayo sheekhaash adigoo aya duba anigoo nin soomaaliyeed daarooda ma jirtayna waa sax ha waad dhiiban kartaa ku soco maad ka leeda waxaan leeyahay meesha horta sheekhaan iyo ogaadeen iskuma leynaya waxaa isku leynaya reea ugudub iyo jifa ka mid a reer cabdillo reer cali wanaag la yihahdo labada horta nabad baan usoo jeedinayaa
sheekhaashta meel walba ka qaylaysa ole ama ogaadeen baan ilaahay ama ma garanaysaa maca in cagjar bay isugu kaayateena war dadkan tolkiina wadigaa ku dhexjirtaleefka ma dhegaysatay eeg leefka ma dhegaysatay inta ugu horreysay hayn kaaga xira kaa dhex galo mayla bilaabata okay dib male hadhow dib ka fiiri dowladdii iyo nimankii ku jira madaxda ahaa oo se u tashanaya sirartii oo dhan baa loo soo gudbiyey waana soo gelinay halkaas marka eeg dhiigga xoogaa qofna waxaa la yiri qof jiidka lahaya jidinka kama qoslo xoogaa waxaan kaa dareemayaa inaad magaranaysaa sheekhaasha ku yara xaggeeda u yari riixaysid laakiin dib male waxaan diidanahay walaal waxaan diidanahay inay intay xamar ka hadlaan oo ay ka hadlaan meel kale oy dhahaan anagu saarana wii aanahay dad baan layeenaa daaroodo dhan baan la dirirayna xaggaan ka dhacaynaa iyo qaab laga soo gudbay oo daarood iyo hawiye intay islaayeen oo ay kala daaleen ogaadeen iyo horta ismaba arkay hawiye dadka daaroodka la dagaalamay amada mareexaan iyo majeerteen iyo dadka noocaas hawiyaha ay degiska yihiin kuwaana intay isdileen bay isdaayeen oo faraha iska qaadeen sheekhaalinimadanagu shalay unbaan shalay unbaana maqalay sheekhaali waa hawiye anagu sheekhaalinimo wadaada ay noo ahaayeen oo sida ashraafta oo kale wax yar wadaadadeeni soomaaliyeedina yihiin waa qarsan tahay laakiin shalay baad maqashay inay hawiye yihiin dee hawiye isagu qabyaalad ma yaqaano siduu daaroodka ugu dheereeyo ninkaas maarta waa inaad erkay ninkaas oo nin daarooda ninkaas oo nin laandheera dee hawiye uma dhaho xamdi dhegaysa walaale maye horta qabiil waa yaqaana qabyaalada cidaan aqoonin oo soomaliya wallaahi obilaa otalay daarood number one qabyaalad allah weliba mj fanka aabihii baa tini nigu mayaaaaran anagu horta waxaa nahay reerka haddaan ma jirtayn ugu cay badan social media kamana xumaan in nala caayo oo waxaas anaga wax dhib looma arag maya intaa koobkaad ku qaadeen hata intaa koobkaad ku qaadeen lakin iguna fanka iniguna fankano qofa wala lacaayina qof jira malahaba anagu hadda cidaan u faano intaa oo nimidnina saaraa nahay kanaa nahay maba jirto inaadan ilaahay baan kugu dhaariyay inagiiba aynu nahay anu ma jirteen mar baan ku tufay caawana barnaamijka waa qadeer bay igu qornaa waa habeen kala ka dhiganaya markaad xamdiya dhacaynaysa anagu waan kuu sheer garaynaa waxaan dhanaa xamdi de waa nasabnimo iyo gobonimo qasbiyan de ila mj iyo md xola ma kala oo waa rag meel wada degan ma dhibaanka iyo targalays yaqaanaay ninba ninku la degu yaqaanaay laakiin inaadan ilaaha baan kugu dhaariye han ku siiya chaaniskaaga chaaniskaaga han ku siiya madhibaan hadda halkaa iga daa madhibaan iyo majeerteen lama kala saaro maya madaxay anaga noo saaran yihin anagu madhibaankuna sidaas weeyaan laakiin idhegayso inaad er ilaaha baan kugu dhaariye inagii baynu nahay jarmalna waan wada joognaa jarmal maanta xagaad ka timid soomaaliya okay xagee ka timid yaa tahay soomaali xagaad wallaahi ilaa majeertay yaa laan dheeray anaa hebel aynaan dhahayn anaa labada ku dhaamo gabooyo sheeganaya laakiin muhiimadda waxay tahay inaad er ilaahay markaad ka cabshatid si majeertay u faan badan yahay dee la waaba tahayba nin ma dhibaanaa tahaybe adoo majeerteena waxaan kuu soo wada waayada seway adigoo nin majeerteena laandheeraabad waxaad ka tahay halkan inaad nin madhibaanaad ku sheegatay marka dhib male taas waaca weeye marba wixii lagu badbaadaya weeyaan laakiin mid baan kuu sheegaya hal mid aan kuu sheegaya okay dhib male kor uga bax taa uga bax hal mida hal qodob baan ku sii siinayaa halka qodob waxay tahay maadaamaad ninkii inan horena way kaasoo horeysay majeerteen ah laakiin iminka adigu maasha allah wiil kaftan yaqaanana waata in yari dhegayso siduu daarood u qabiil jecel yahay amba u faan jecel yahay hawiyo muu faan jecel yahay ilahay markaad ka cabsatid anigu horta hawiyana waa lasoo dhaqay xamdiyey oo xamar baan tegey oo reeks maayood baan ahay oo nin dhagax buur ku dhashay baan ahay oo deegaanka kale yaqaana nin hargeysa tegey baan ahay nin reer boosaasoodo baan ahay oo nin reer galcayoo ahay ma garad intaa midna uma aqoonsantida maa wareegaysa ma diyaaradda cabsidaata intaas wallahi dhagax buur waan ku dhashay ma garad haye anigoo nin yaraa laiga soo kafay dar baan ku koray inti waxaan tegey meesha layaaday reeks maayood baan aniga intii aan weynaa soo ahaa xamar baan imid oo aan ku noolaa oon dimuddo joog macnaha dadka dhaqankooda dimaha ma oba inaan joogay toban sano ama labaatan sano waa sax weya waa xoogaa soosa joogaanba dhaqanka nin kale yaqaan baan hadday isaaq tahay hadday reer ka faan badan de okay isku cadee bahasha qiro reer ka faan badan daarood maad aragtay iyika hadda daaroodka aad shegaysa horta inaada ismaba yaqaanba horta marka koowaad daaroodku horta dad meel uwada socda is yaqaana maba ahaba kuwa budlaan bay kuwada yihiin kuwa jubbaland bay joogaan kuwa kalal ka shaaa kuna afd bay joogaan wax is yaqaan ama isu gudbo maaha mareexaan ima jirta laakiin dee facebook fan baad nagu dishan inaada maanta ninka haddii madaxweynahaasi soo qaata maxaa la dhahaa laleeyahay maxaa la dhaha farmaajo waan facebookiga soo dhiga waxay igu soo horeynaya waa mj mayna qabyaalo ahayn inaade anagu farmaajoaaba kasoo horjeednaya kuri mj aan farmaajoallahu akbar war afartan cisho madaxweynuhu ku kacsan yahay mooya aniga inigii waa inigii u dabaaldegaya maasha naga daayo idinkaadi xamdi maalintii la doortay laha ba anagu haddaan mj nahay anagu farmaajo weliba intu hal maalin buu noo yimid oo meesha intuu caana ka cabi naga noqday dibna nooguma soo noqon magara mana taageer okay ku soco ku soco ku soco ay hakuuday hadalshekhaalbaan sheekhaal baan u socdaa niman kaliyaad reya oo qudub oo wadaadada ahaa oo kilal kashanaad la deganaa ogaadeen raasa meel layaadaa la dejiyey waa wax la wada dejiyey oo ma garanaysaa niman layaaday reya cali wanaag bay mar isku dhaceen waa la dhex galay
وقال له شيسي نمك اللي هذا وقاعدينك ومحمد سبير أنت قوت رمضان نمك اللي عليانك بل بل وقاعدينك استوت لك شيخال أنت قري أسوق عتوب كامي أسوق استوي يبي وضدك وين ده إسكت ده ما وقاعدين واحد دقيين ماشى قبل أن توت شاله إلا يجلس كلو ماشى اللي ده هذا مقرن سائن إيش ماشى ريسي يقول دقيين أو ديري دوا إلا واحد دقيين كسمايو إلى صومالي يقعد كسره ماي انت وحنا كارها الضيابة اللي هذا كل الكليتة انت يجو دقنا وقاعدين انت الصوت ضاع عسيم كله هنا انت قري أوسو قاتان لي أنا ما كقولها كوا خلينا الشيخ خاش دعوة دعوة وان ليلنا قلت كم السورو وقاعدين أما نصع الشيخ المقرط الشيخ خاله وحيكون دعوانا يس الشيخ خاله ده ما هو هالرأس خا خياو كتب ماشي دقنا وقولي ما كل يا خي بقول ومقرن سا نار كبود يمقرن سا لب حي مقعيده مقرن سا إن كتابة طوريو أنا وكو الله ما هلاين أو مجرد إن مجرد بضم بيقول الله بحماة قاعدين حمر. ده بعكوس قرية ده بعكوس قرية إنك أم شيء ما هي وأنين محل ده هاي وأنين وقاعدينا عدك سانقرن النائب على ليه هاي لنيرتي ماشي دم وشقارب من القرن يديم ماله واسكو كيمد أنا قاعد. ما يا ما يا أنا. واسكو كيمد. فيري أنا من مشرتين أنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن نكى إيبان وإذن وقاعدين ساق قرية هارون وريد. إيه ماشي اسكو قرب هادي وماشي هذا إلى ما حركة وقاعدي لا حركة وقاعدي. وحوي يد الناس كا قصبيا غيرك وين كود لين مرك هرنا وات كنا لا توا دح دح هذه النساء وحب ولا أبو بلنت ها خير الله قصي مو الكدمي خير خير الله يبلي عبد الله يمد بل المقرض ده إيش يا عبد الله هل نام من هاي من وقاعدين أبو سماهين هذيك الأرقاد سعر كم تونا كلا غرام ولا سما وقاعدين هدو يشين لها وانتو يسي ما وحو وافق لها صومالي وما ولا هذا شيء صومالي مركب برلا بيجا بركة كلو قاعدين فان كان شيغي يا دي لطيمت فان كان شيغي وادولك صومالي صومالي وقاعدين وقاعدين يا دي مكو حدنا وحد كو صدر ستين صومالي مركب لكو كرب بره بره بقى وقاعدين يا وقاعدين دي وانا ما كان دي هل كان سقالك قول كدق انا في دينا افرت قول كدق سلام عليكم حالو قدرة هذا وحمدي تاني وفان كي ما دي لفصان كشي إلا دقيسني وهدوه دا وكان دقيستي ما يعنو الحقيق ما كان الله تاني ونين حقا اسكالي واني يجي دقيسة ماشين تولد دمين سقالك قبل اتكو فاني سيد امشي هتو كفان تاو عركا دور قفو إسو قري ما فانتي طلبات المحارة هاي ما إنا الدين أفريكان هاتو وطن كأودا شي ما أغشي هتا أنا أفريكان ها مسا سيدي اللي بعد أغشي نينا العربية تين الدارودية العربية التمرتية اليمنية إنا عذر أبتلك هو مقوران قفكو ميلبو كو أبتسا قفل برو ميلبو كسو جدا صومالي أوكي أبتل سكين قبح اسكو كان كان صومالي اسكو كان كان ماها صومالي اسكو كان كان ماها ورق وضا بشي إنا عذر إنا عذر مقاقش هاي مقاقش هاي بواساسا إنو مدبان كو كسو دووي كو يرو صوفر إسا أو كباكو حي أو كسو دووي أو صوحا كسو مال لانسو قدوتي أو درتي كو بار كو درتي أو كسو دووي زي أو دولكي إنا نبتيجي لا تشوغا تكبر كالو مدح لغو صلاحي أو دولكي أدكو بالارتي تابع وقاش عيني أنا قلت ده أنا قلت فيطلك يوم ده أنا جالس كي أنا غير لي دير بقى جبر أنك قرصني وهالكاس أوبي كقرصني دوم بير دير بقى قرصني هويانا ما قرنا سالك أوكي أوكي واس حالته أوكي أوكي واي 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 هاي ديريو نيم ماله ديريو يا هوية واس كمد راح بحها كلا قادة ولا ودي نورا على دوك أنا وقت مد الماء يا بس كل هذا كي الماء أوكي الماء ير سماله على دهاي دقيسو هالك يجو تشي تعالن ربات هذا إما إرسام على الله سكده هولال مفهمتي مهما ده واحد تي تعالى واحد إن الله قشة هذا رنت وسكو شيء جينا وإنه جوا هذا نبره برشدنا وين الله جم غيا واحد رني ولا بقى في أبو لي هاي تصالها وحير أديكم ما أنت مركز فرستيد نمن وقاعد نمن واحد نين واحد هاي مشرتنا أم بسيب الدافع مش أقول ده مسيد إسماعيل إسماعيل شبرتي ما حكى سيد بيجي شبرتي تشبرت إسماعيل ويان أنا لمن كان مهريين تشبرت ها ولمن كان مهريين تأه أو يابانيس كأه بعد الأول التي صومالي عادي هذا تكتو أنا ويجوا أسميت بالناي وكيس وبان كمهر إسماعيل بقر كذا بدون توي ما بسيف تذهب كذا بدون سنين ولا أنا كذا بقر كييجي بطاي أوكي 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 هو يدود نية هاي هو يدود نية هاي هذا كله ده شيء وها أبتيجي كلام هاي سا إنا هذا رون هنسكو شيء عنه ورني هذا عربي تين صومالي بتين كاره إسماعيل أنا صومالي ما أقوله نتى عربي نبى ندود يدود هاي صومالي ها ها عرب كفتم ده وين أدرتي معركة؟ أنا وحنا كلنا يوادي لا درتة من صوماليا تي صومالي نوادير يدارات دير محله وصوماليا محله ده هدارات
waxaa tiri waan imid carabbaan ka imid okay carab markaad ka timaadid yaa waddanka kugu soo dhaweeyey adiga nin waxaa tahay budlayna budlan budlayn ninka u horeeya lumber one waa majeerteen kalabaad oo soo istaaga mardhibaan buu noqonaya deegaan markay noqoto okay ninka deegaanka u badan baa markaa dhulka iskala soo maha adiga waan kusoo dhaweeye waa ku keenay markaa ana markaan kuleeya mardhibaan mardhibaan xagu ka yimid dee waa nin hawiya hawiya oo ka siiyahay inan erer soomaala muhiimadda waxay tahay reer abti baa inii nahay dir baa ina dhashay waa ina soo dhaweynay doobiro dareed baa ina lagu daray niyow carabbaad ka timaadeen haddii kale taalo markan ku raaca weeyaan dee ayeydaa iyo habaryartaa iyo inaadeertaa iyo abkaaga maxaguu jiraa markaan ku dhaho wixii kale halkaas iska dhig colaadahan cusub oo soo cusboonaaday oo deegaanada ka jira hadda kilalka shanaad oo durbaanka qabi la garaacayo oo mid xamar ka hadla iyo mid kismale korkeeda kasoo hadla iyo mid kasoo hadla ma garanaysaa meel ka shayso anagu haddaanaa sheekhaal waa dagaalamaynaa oo qoryaanu guraynaayo daarood baan la dirirayna oo sheekhaalay daarood idinma soo socda daaroodna idinmaba yaqaanba waxa weeyaan daaroodku waa dad ilaahay badiyey oo meel walba adduunka ku nool waa mahadsan tahay waa sax okay sheekhaalna waa dad ilaahay badiyey oo hawiye ah adduunka meel kastay kaga nool yihiin caawa caawa inuu ogaadeen intuu ogaadeen caawa inuu laangaab yahay waxaad ka garanaysaa wicitaanka lasoo wacayey meesha waxaa horeysatay sheekhaal marka adigo ahree abti lagu yahay baa kusoo darsay dee waa maciil baa ku hayaa waa adiga hadda adiga soo hadla maciil baad qabtaa hadda adi maadiga hadla maciil baad qabtaa nin baa waxaa la yidhi hadda ka hor xajka aaday markaasaa labadii ninkii iyo nin kale isdagaalay markaasaaidamaya waynu salaamaya insha allah ninkii xaajiga kala qabtaali markaas yii leynaa la dhahay bii sadaqda labada xaaji kala qabta hadda sheekhaal ogaadanaya annaga hana la kala celiyon bay taagan warnio horey soomaali waxay igu maamaaday daarood marbaa qabasho lahaa waa markuu ninka keliya ahaa oo doonta laga soo rogay marka niyow haddaad waddankii ku badateen haweena waa hurdaa laakiin waa soo kici doonaa aad baan kuu salaamaya cafis iyo masaamax ma fahanti laakiin mj maadaama tahay madhibaan dulmigaad ku haysid ogow xalkan warqad baa ii taalla xalkan warqad baa ii taalla kasoo kaco hadagaalaba anagu hawiye xad waxaan kala leenahay gaalkacayo waxaanu hawiye xad kala leenahay meesha la bulumareer ka sarraysa waxaanu xad kala leenahay galgaduud hadduu haddana weeraraya wuxuu ninkii nabad ku baashaday wakaasaa geel iyaga weerar mareexaan badda ugu wixigii iyo majeerteen iyo ogaadee ka jacasho ka fadhiya hadduu hawiye aad leedahay hawiye oo kaca muxuu hawiye hurdaa hawiye maya hawiya hurdada ay hurdada ana cabad qaata ma aha laakiin waxa weeye hawiye nafti ilaahay baad u keenteen maya dee hawiye wuu hurda hawiye hadduu hurdada wuxuu hurdada ka toosiyuu doonaya hurdada markuu ka kacana maxaan qabtaa buu dhahaya ilmahaag waa lagugu dildilayaa lagugu daxaasuuqayaa xamar baa waxaa lagu leeyahay ilamaa lixdankii aad bixisaa leedahay waa caasimadii maamul goboladadii baa dadkaagii laga soo raraya niyow aqligu ha shaqeeyo niyow intaad ka baxdi waar hawiye ka bax hebelona ka bax sab nin reer budlayna ma tihi ma ogashahay ma dhibaan xaqa budlayn inuu siisaan shirkii budlayn laga qabtay wadaba hadalka budlayn telefoonka sii damaya wada hadalka budlayn xaqoodii waad duugsiiseen ma fahanti hadda laftigeeda raashinkii macaawimada hay-addu dhiibtay ummadda soomaaliyeed dhiibeen waad ka qadiseen ma fahmaysa war imaaday rayaalow nimanka reer budlaynow habeen dambe le finiso geli doonaa nacalaa shaydaan ku yaala telefoonku waa damayaa nabadayniyo aad buu mahadsan yahay wiilkaas waa mahadsantiin telefoonka naga sii damaya labada dhinacba waa ka sii damayaan dabku niil buu noqday waad aragtaan caawa telefoonkayga waa qarxay bisik marka aad baan idiin salaamayaa walaalaha soomaaliyeed tankiyu baa ina leeyahay cafis iyo masaamax subscribe-ka dhacdhacdhac waynaad ku siisaan youtube-kayga facebook dambe huuh waan tuurayaaba halkaasaan kasoo koriya youtube-ka dadkana whatsappka waan kasoo qabqaban doonaa insha allah waa aniga meeshan linkiga ku dhejiyey maxaa la dhahaa qoraalka qorsan hoostiisa hoosuu ku dhegsan yahay aabba ini salaamaya waa mahadsantihiin bala markana haneegna ha ku duldamo hasla damo halow 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 ha nairobi kenya khadka waa ku jirtaa 8-4-2 u bedel berig horetaha kasaasaa la dhihi jiray soo dhawow yaa xalkee tahay xalkee reerkee nin hawiya abbbbb ku soco war caawa taas waaba la seexaye waaba laga yaabay 3 saacadood sheekhaalin baa ku jirta khadka ku soco
هذا هو ما صنعت هذا برنامج كودة دينيس وروح لبضا مقرد هاي وبعدين ولي قام بمان كعب كين هاي ولي قام بكفر دينيس اهو كمان عاد كان هاي وحكت تيزينا يا شوص من شو الميديا اسكنسو بروحين وطقبلها ومير اسكي عبادية وان وين عاركين اودا ندا هاي مركز سكرة وحضاري مقالمين دكا وباقي يا سيدي معناها لو نحن عادي هذا وين هذا ما يدوى بالحدي هذا عطكم بو أنا وعن داري بو كتير أغلب كمركان كبر حد بو داوى ذا عطك سو كتير يجو الدولة بو صع بعض يا مركان هذا راد منكو سلام يا ويجا سيد ميا وين ددك مع سلاميني عاوا شيخال أيا أسكال محارة بيش كيجا أيا جا حريستي ولي قد يجا سولة هانا يا بيش كيجا يوتيوب كيجا حمد يقلق على هالويا سبسكرايب هلا صاروا إلا أقعدين كي عمي وأنا جاي دارو كيسك عيدي وار إلى هيك عشرة هوي كويا يوتيوب ورجع عاد بقى مسلمي هاي ولا لا؟ أرد أن أقول سلام هذا ما أحبنا أنت هنا وكم يرينينا؟ ما 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 أنا هو واحد هاي هواي أنا هاي مهار حاسب أنا هاي ومهاتنتي أنا جهل يمكن يا واحد واحد وكتيرة وادل مديد بان هاي نندون فيسبوك ما هي نندون أنا صحوي مرك عاد بقى مسلمي يا ولا لك هاي good night إن شاء الله ومهاتنتي المركز تشوفتين ولا لها سومالية وحوية قف كستوعد المر وانو هذينا شغال ولا جخل الدنيا وانا قلت أجن إهابيني يا معلن أفاين كي أنا بقرض حلك عيد لكم قرض ما حيت أنت بقرض بره وانا شركة ده نسيبنا وحوية وأفاين كي بيلها حوية شرتينا نيجي دونا مركب كبر يوتيوب كنا ونيجي دونا وحمر يوتيوب كي شلي تون كوني أفر بقول بنكو جا بالحق كسر صدق كونها قالوا ويا عاو نبدي ما قمنا التليفون ده باص حنا يا شنطة إنه بلنا إن شاء الله ما في صعود بنكل وكتري ما قرنا يوم عاد وحنو ما هالعلنا يا والعليه ماشان انت خد لي كوي ايتمي يكوي وحو ناكسن سوقري وحلي دمانتين بوام هاتسنتين شكرا باينا لي هاي بلنتي نواسدا ناكتر ما قبطو ما نحضو ما بقطو كسي ديس على راوح كستوى داوين وين كاس ان شاء الله سوماليا لقصو عطمي يا والله ما قمن كري ماذا حنونا يا ناوالي عاو قوشي وحي راعي خل لما قول يسيرو لما تقول وحي شي باشي شي خالد سيرو قناع الأغادينية وسوى اعتمي وايد وايد بقان واسقيهين يلا شيخال رجلك بقى ويا والله بالله ترى انه هذا ان شاء الله السلام عليكم.